مشاهدينا الكرام عبر صفحة خميسة سبورت تي في، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الرياضة بوضوح. سنتناول من خلالها مواضيع مختلفة حول فريق الاتحاد الزموري الخميسات وحول الوضعية التي يعيشها في هذه الأونة الأخيرة، رغم أن البداية للفريق الاتحاد الزموري الخميسات كانت ربما من أجمل البدايات اللي ما شفناش بهذه المدة طويلة. كيحضر معنا كذلك مدير جريدة مدير صفحة خمسة سبورت تي في السي رشيد جوجاني. السي رشيد جوجاني مرحبا بك معنا في صفحة خمسة سبورت تي في. الله يبارك فيك، جينا نرحبوا بك، جينا تترحب فينا. أسعد الله مساءكم بكل خير متتبعينا الأوفياء، أصدقاء الصفحة وجمهور ومحبي فريق اتحاد الزموري الخميسات لكرة القدم بالخصوص. اليوم تنقدموا هذه الحلقة خاصة مع عودة برنامج الرياضة بوضوح. هذه الحلقة اللي غادي نخصوها لفريق اتحاد الزموري الخميسات، مشاكل ديالو، تذبذب النتائج بعد ما كان في المقدمة أو كان تحصل على نتائج ممتازة أو إيجابية بعد مرور 10 ديال الدورات إلى 11، ولا الفريق تتراجع بشكل رهيب. غادي نحاولوا نعرفوكم ونعرفوا الاسباب ديال هذا التراجع، ومن بعد غادي نعطيو واحد التدخلات لبعض الاخوان اللي غادي يشاركوا معنا النقاش والحوار. هناك مشاكل عده يعاني منها فريق اتحاد الزموري الخميسات، غادي نحاولوا نقربوكم الصوره الحقيقيه اللي من بعد مصادر اللي هي داخل البيت الزموري، باش الكل يكون عارف الوضع اللي غادي عليه الفريق، رغم ان العديد او الجمهور الفريق بالخصوص تطالب برحيل رئيس الفريق، وفي ظل غياب الدعم المالي اللي تعاني منه النادي حاليا وبعض الانديه وجميع الانديه ديال كره القدم. غادي نحاولوا نعرفوا من الاخوان سواء اللي غادي تدخلوا واللي غادي تدخلوا معنا عبر الهاتف ولا اللي غادي يقوموا بالتعليقات، انه واش كاين شي بديل فعلا بعد رحيل الفيلالي، واذا كان فعلا غادي يرحل الفيلالي كيفاش غادي يكون مسار ديال فريق اتحاد الزموري الخميسات، في ظل ان المجالس المنتخبه ما تدعمش النادي حاليا، ومنذ الموسم الماضي النادي ما توصل حتى شي دعم. جواد حاول تعطينا نتائج الفريق، حصيله ديال الفريق كيفاش مشى وكيفاش ولا في هذه الدورات الاخيره. الصديق رشيد، فريق الاتحاد المقصد كيف ما قلنا بدا البطوله بشكل مثالي، كان اول انتصار ديالو بالرباط ملعب الماري بريد امام فريق الاتحاد تواقى 3-2، من بعد استقبل الشباب الرياضي السلمي ملعب الحنفين تلا الماتش بواحد لواحد، من بعد ربح استاد ماروكا نيت في استاد المعمورة 3-0، خسرات مع الشرف أولمبيك الشرف ملعب أدراب 1-0، ربحوا الواف هنايا نيت 2-1، تعادلوا مع الطاس بالدار البيضاء 1-1، خسرات مع الكوكب هنا في خميسات 1-0، تعادلات مع وداد تمارا 0-0 ملعب البلدي بتمارا، وتعادلات مع الشباب خنيفرة هنا الديربي الأمازيغي 1-1، خسرات مع بني بلال في بني بلال، وكانت آخر هزيمة في الجولة 11 اللي تركت تساؤلات كثيرة من محبي فريق الاتحاد الزموري الخميسات 2-1. وفي الأسبوع المقبل أي في هذا الدورة اللي جاية كاينة مقابلة قوية، ديربي شبه المحلي ديربي الغرب بين فريق الاتحاد الخميسات والنادي القنيطري، كاينين جوج ديال الدربيات متابعين غادي يمشيو عند النادي القنيطري بملعب بلدية القنيطرة، وغادي يستقبلوا قراصنة سلا هنايا بمدينة الخميسات. الصديق راس الفريق الاتحاد الخميسات فهاد الحصيلة هادي كاملة عنده 4 ديال الهزائم 4 ديال التعادلات و3 ديال الانتصارات. الغريب في الأمر السي
رشيد أن فريق اتحاد سموحة وصل إلى حدود الدورة الخامسة، كان قدم أداء جد متميز. إنما بدءا من الجولة السادسة أمام الكوكب المراكشي، شفنا فريق اتحاد الخمسات كيتراجع إلى الخلف، لأن المقابلة اللي شفنا في الدار البيضاء أمام الطاس، ولو أن الثلاث واحد واحد، إنما فريق اتحاد الخمسات دار مقابلة رائعة، ولكن في المقابلة ديالو هنا في مدينة خميسات أمام الكوكب المراكشي تحققت نفس النتيجة ديال السنة الماضية بواحد الزيرو نيت هنا في مدينة خميسات. المشكل اللي كيطرح الصديق رشيد أن بعض الجماهير الزمري كتسأل حول تشكيلة الفريق، علاش فريق خميسات مبقاش في نفس النهج اللي كان بدا فيه به البطولة، خصوصا ان بعض اللاعبين تيكونوا في التشكيله من ضمنهم زكريا بن المعشي، حبان، صلاح الدين بن مرزوقه، اللي ما بقيناش كنشوفوهم في الست المباريات الاخيره. فبالنسبه نقولوا النجم ديال الفريق اللي هو زكريا بن المعشي في المقابله الاولى ديالو مع اتحاد التوركه، مدينه التوركه عطى هدف الانتصار تمريره حاسمه، كذلك امام شباب السوان كان عطى تمريره حاسمه اللي انتهت بواحد الواحد. فالماتش ديال استاد ماروكا عطى تمريره الحاسمه وسجل كذلك هدف، هزيمه غير مستحقه بملعب ادرار مدينه اكادير امام اولمبيك تشرب واحد لواحد. فالمقابله ديال وداد فاس زكريا بن المعاشي عطى تمريره ديال الهدف وسجل هدف في الدقيقه 90 اللي عطات الفوز لفريق اتحاد الخميسات، ومن بعد ذلك تراجع شويه مستواه في المقابله ديال الطاس والدار البيضاء. من بعد شفنا المدرب ما بقاش كيعتمد عليه في الاول، يعني كان كيدخلوا شونجمون، سواء ان اخر مره دخلوا منذ البدايه ديال اللقاء هو الماتش ديال الراسينغ البيضاوي اللي كان فريق اتحاد خمسات منتصر بواحد الصفر بالهدف من يدير بن المعاشي في الدقيقه 29، وانما في الشوط الثاني خروج بن المعاشي ودخول بعض اللاعبين ربما كانت تغييرات غير موفقه من المدرب، اللي فريق الراك استطاع انه يقلب الطاوله على اتحاد الخميسات، او ان المدرب ديال الراسينغ البيضاوي قرا الفكره او قرا التكتيك ديال المدرب اتحاد الزموري محمد بوطهير وتسالت النتيجه لصالح الراسينغ البيضاوي بجوج واحد. فريق اتحاد الخميسات الان كيحتل المركز 13 برصيد 13 نقطه الى جانب الوداد الرياضي الفاسي ورجاء بني ملال، يعني ما بينه وما بين المرتبه ما قبل الاخيره 6 نقاط، مع العلم ان صاحب المركز 15 ورقم المركز 16 عندهم مباراه مؤجله. هذه المباراه مؤجله بسبب مشاركه فريق الاتحاد البيضاوي في كاس الاتحاد الافريقي اللي ودع هذه المسابقه هذه. كيف ما قلنا ان فريق الاتحاد الخميسات الان بقات له 6 ديال النقط على صاحب المركز ما قبل الاخير، و5 نقاط على صاحب المركز الاول اللي هو اولمبيك تشيرا. السي رشيد، بخلاصه غنقولوا ان فريق اتحاد الخميسات بدايه رائعه ونهايه كارثيه. ففريق جماهير الاتحاد الخميسات كتسال شكون اللي خلى ان فريق اتحاد الخميسات يرجع لفات 6 ديال المقابلات بالاخير، واش ربما مشاكل في المكتب المسير ولا مشاكل في المدرب من خلال نعطيك صافي سي جواد. شكرا على هذه الحصيله، بالاضافه الحصيله اللي قال سي جواد ان فريق تاع الزمر الخميسات حاليا تحتل الرتبه 11 مناصفه مع فرق وداد فاس ورجاء بني ملال، وغادي يخرج باش يلعب مقابله كانها مقابله سد الاداره التقنيه نوعا ما واللاعبين. اخر اخبار الفريق اليوم كان اجتماع مع اللاعبين برئاسة رئيس النادي حسن الفلالي، كان اجتماع زوال اليوم قبل الحصة التدريبية لزوال اليوم، كان اجتماع بين الطاقم التقني واللاعبين بحضور رئيس والمكتب المسير للنادي. من خلاصات هذا الاجتماع أن الرئيس حاول يدعم ولو معنويا اللاعبين باش يرجعوا للمستوى ديالهم، لان الغريب في الامر ان تقريبا المدرب تعتمد على نفس التشكيله والتشكيله، وهذه التشكيله هي اللي عطات نتائج في البدايه ديال الدورات، في حين اننا نتفاجئوا بعد مرور تقريبا 7 دورات حتى الدوره الثامنه ولا تراجع في المستوى. حاولوا يعرفوا في الاجتماع هذا، حاولوا يعرفوا فيه المشاكل اللي واقعه او مشاكل هذا اسباب هذا
هاد النتائج السلبيه. بالنسبه كتقنيين اللي شافوا المباراه الاخيره كاملين عطاو تعليقات او تصريحات على ان الاختيارات ديال المدرب في الشوط الثاني او التغييرات اللي قام بها المدرب في الشوط الثاني ما كانتش صائبه. ونقدروا نقولوا ان حتى هذوك اللاعبين مثلا اللي دخلوا يقدروا ما يكونوش قدموا المستوى او التوجيهات ديال المدرب، يعني واخا دخلوا باش يشاركوا ولكن ما عطاوش الاضافه. كان القجعي اللي دخل في اخر دقائق المباراه تقريبا لعب 10 ديال الدقائق من المباراه وقدم مستوى جيد. كاين هناك عوامل ديال التحكيم اللي اتحاد الزموري خميسات هذه السنه او بهذه الدورات الاخيره اللي كان تعاني من بعض الاخطاء التحكيميه. المهم نرجع لكم الاجتماع اللي كان اليوم، وعرفنا كذلك ان اللاعبين ما توصلوش بالمستحقات ديال شهر واحد، ويقدر يكون هذا من اسباب التراجع. ولكن السبب الحقيقي في تراجع ديال الفريق هو تهاون بعض اللاعبين، تهاون وتراخي اللاعبين في المباريات الأخيرة، وهنا يكمن الخلل. وهنا كاين بحث جاد على أن ممكن على أن اللاعبين ما تبقاوش منضبطين خارج الملعب، إلى درجة أن جوج اللاعبين تقدموا اللجنة التأديبية ديال النادي، اللي هما المهم جوج لاعبين اللي هما حبان تنظنوا الإدريسي اللي تقدموا للجنة التأديبية، حبان صدر منه شي تصرف أو كلام في المقابلة الأخيرة من بعد الهزيمة. ولأن الهدف الثاني الناس اللي تفرجوا، احنا ما تفرجناش في هذا الماتش بكل صراحة، ما حضرنا ليش، ولأننا ما زلت نتمنعو يعني تنحترموا الميثاق الإعلامي ديال الجامعة أن جميع المراسلين مازال ما تحضروا المباريات إلا خطفنا شي فراجة من خارج الملعب أو بعض السطوح المجاورة للملعب. كيف ما قلت كاين اللاعب اللي تقدموا اللجنة التأديبية، كان اللاعب حبان اللي الناس اللي تفرجوا تيقولوا أن الهدف جاء من المكان ديالو، وصدر منه شي تصرف غير إرادي، يعني ردة فعل ديال واحد من هازم، وصدر منه شي كلام او شي تصرف ما عرفناش بالضبط، وكان نزلوا المدرب كعقوبه انضباطيه وباش يكون واحد انضباط في المجموعه. نزلوا ترينا مع لي سبوار، ولكن اليوم شفنا ان فاش داز الاجتماع واعتذر ورجع للحصه التدريبيه، ولكن 100% انه ما غادي يلعبش في المباراه المقبله، رغم ان العديد اللي تعرفوا اللاعب ولا اللي تعرفوا التشكيله الاساسيه ديال الفريق تيكون لاعب اساسي وتيكون مهم في البوست ديالو، ولكن نتمنوا ان البديل يقدم الاضافه ويكون احسن منه. بهاد العباره يكون احسن منه وياخذ ليه بلاصتو، علاش لا، يكون القجعي راه قاد بها، ويكون اي لاعب اللي هو تيموت على التوني راه غادي يكمل مع الفريق. لان المشكل الاساسي كذلك في هذا التذبذب النتائج هو هذا التراخي ديال اللاعبين، هو ان اللاعبين ما تيبينوش على القتاليه ديالهم، ولا كما تنقولوا تيموتوا على التوني ديال ليسكا فاش تيلعبوا. اللاعبين عارفين راسهم تشكيله تقريبا تشكيله اساسيه وحده اللي كاينه، كلشي ضامن راسو تيلعب، يعني كلشي تيحقق الهدف ديالو اللي هو عدد مباريات اللي هو غادي يلعبها، يعني تبقى واحد التهاون. ويكون وممكن ان حتى العامل المادي اللي هو العقليه ديال اللاعب حاليا راه ماشي هي العقليه ديال اللاعب سابقا. اللاعبين سابقا راه في المواسم الماضيه والجيل الذهبي واللي قبل منه تيلعبوا على التوني، تيلعبوا فابور، تيلعبوا ب 50 درهم، هذه ما تيتخلصوش وما غيتخلصوش، وعارفين انهم تيلعبوا الكره وتيموتوا على التوني ديال الفرقه وتيحققوا نتائج ايجابيه. ولكن حاليا لاعبين تيلعبوا على البريمات، تيلعبوا هذا ما غاديش نقص من القيمه ديالهم، لان جميع اللاعبين تيبغيو يربحوا، جميع اللاعبين تيلعبوا الكره باش يربحوا، لان الربح عندهم هو داك البريم ديال المباريات. لان حتى الصالح كاين اللي تيقول لك ما تيخدوش لحس العوان، تيقول لك كاينين لعابه مثلا اللي خصو اللي تيعين العائله ديالو، اللي تيصيفط العائله ديالو يلاه يتكافى مع المصروف ديالو، ولكن داك البريم ما حدو تيربح الماتشات
تيتوصل للبريم هو باش تيتنفس هو باش تيعيش حياه سعيده كيف ما تنقولوا. هذا الشيء بخلاصه هو المشكل حاليا اللي كاين في المجموعه. والاهم ان راه ما كاينش شي هضره على اقاله المدرب او ان غادي يقدر يكون هذا الماتش هذا اللي جاي مصيري المدرب، لان المدرب تيدير خدمته كيف ما تيشوفوها هما. تنقول الهضره او اللي هي مصادر من داخل النادي، ولكن بالنسبه للتقنيين اللي تيشوفوا المباريات خارج رقعه الملعب تيشوفوا ان بعض الاختيارات المدرب ما تتكونش صائبه احيانا. لان بالمناسبه نعاودوا نذكروا للمشاهدين الكرام ان النادي هذا الموسم تعاقد مع المشرف العام الحاج حسن مؤمن اللي عنده واحد الخطه وواحد السياسه جديده اللي خص يصبر عليها الجميع، واللي خصو الوقت هو كذلك خصو الوقت باش يخدم عليها، لانه تيخدم على بعض العناصر اللي هي تيشوفها انها تقدر تكون مؤهله للفريق الاول. تيخدم على تكوين بعض اللاعبين اللي يقدروا من هنا واحد 3 سنوات يكونوا ركيزه اساسيه في الفريق، اللي هي تقدر تكون 60% من اللاعبين ديال ابناء الفريق. غادي نرجعوا لهذه القضيه ديال ابناء اللاعبين الفريق، لان الاغلبيه تنقولوا حتى حنايا بان هناك محاربه اللاعبين المحليين، ومن جهه اخرى كاين اللي تيقول لك راه ما كاينش واحد تكوين جيد باش تشوف اللاعبين في سن ديال غير 19 سنه تشوفوا في الفريق الاول كما في السابق مع الجيل الذهبي مثلا. تنتفاجئوا ان حاليا تلقى لاعب عنده 21 سنه ومازال ما تيلعب في القسم الاول او مع الفريق الاول، عفوا مازال ما تيلعب مع الفريق الاول، وتتلقى ما عندوش امكانيات ديال انه يجيري المباراه كامله. من الاسباب كذلك ديال تذبذب النتائج او فاش تنقولوا ان تنقولوا المدرب ان اختيارات ديالو غير صائبه او لاعبين علاش تكون شي تغييرات كيف ما قال الاخ جواد، ان اللاعب المعاشي مثلا انا شفتو بعينيا في الماتش ديال الكوكب انه فاش كان التغيير ديالو كان غاضب، ما عجبوش الحال انه اعطى الكره ديال البيت ولكن هو يخرج وما عجبوش الحال، وتنظن انه كان بعيد على الطاقم التقني وشافوا مثلا واحد التصرف يقدر يكونوا عاقبوه مثلا حتى هو كيف ما تيعاقبوا اليوم اللاعب حبان. ولكن في دردشه مع المدرب اليوم في الحصه التدريبيه ديال اليوم عرفت بان كاين بعض اللاعبين ما يقدروش يكملوا 90 دقيقه بالريتم اللي غاديين فيه. كاين مجموعه من اللاعبين اللي مازال ما قادرينش يكملوا 90 دقيقه، وكاين كاين اللعب كيف ما تنقولوا، كاين الكره تتوصل الشبكه مرارا وتكرارا، ولكن تيكون عدم التركيز بعض اللاعبين اللي ما تيتمكنوش انهم يقدروا يسجلوا اهداف محققه او اهداف او فرص سانحه للتسجيل اللي تكون تتسجل. كاين بعض اخطاء دفاعيه، كاين بعض تهاون، كاين بعض العياء عند البعض. نتمنوا ان الفريق يتدارك هاد المشاكل في الدورات القادمه، ونتمنوا من الاجتماع ديال اليوم ان اللاعبين يرجعوا للقتاليه ديالهم وما تكونش حزازات بيناتهم. خاص اللاعبين يلعبوا على التوني ويلعبوا وتقاتلوا على التوني ويبينوا التوني ويبينوا الحرقه على التوني ديال ليزكا. بالنسبه للبريمات، سمعنا ان البريمات ديال الماتشات اللي كانوا ربحوا العباره توصلوا بهم الا راتب لشهر واحد، وعدهم رئيس انهم غادي يتوصلوا به، ونتمنوا انهم يجيبوا نتيجه ايجابيه من قلب مدينه القنيطره امام الكاك. شي اضافه سي جواد؟ سي رشيد، بالنسبه كنت ذكرتي ان النتيجه ربما من مدينه القنيطره، فريق النادي القنيطري صعيب انك تربح في الميدان ديالو، ماشي صعيب ربما من النادي القنيطري. انا كنت من المتابعين كيف ما كتعرف في جل مباراة بأندية القسم الوطني الثاني. فريق النادي القنيطري فريق قوي، ربما غادي تكون مواجهة صعبة. الانتصار على النادي القنيطري ربما غادي يكون شوية صعب، ربما التعادل إذا كان التعادل ربما غادي يكون شيء إيجابي على الأقل، ولكن
احنا كمحبي فريق الاتحاد الخمسة كنتمناو العودة بالنتيجة ديال الانتصار من مدينة القنيطرة، ولو ان العودة بالانتصار شيء صعب ولكن في كرة القدم ليس اي شيء مستحيل. يعني كرة ديال القدم كتلعب في 90 دقيقة، هناك انتصار هناك هزيمة هناك تعادل، فريق الاتحاد الخمسة نتمنوا انه يرجع بنتيجة الانتصار ويحيي الامل اللي فقدته الجماهير الزمنية في هذه الست دورات الاخيرة. فريق الاتحاد الزمنية في الاسبوع المقبل اي في الجولة 12 سيستقبل فريق سيرحل لمواجهة فريق النادي القنيطري في الدورة 13، سيستقبل فريق جمعية سلا في الدورة 14 سيواجه فريق شباب بنقرير، وفي الدورة الأخيرة سيستقبل فريق أولمبيك خريبكا. أربعة ديال المواجهات باش تنتهي تنتهي البطولة ديال الخريف، ربما تتويج ببطولة الخريف مازال صعيب شويه والحديث عليه شويه صعيب لان كاين فريق في مقدمه الترتيب منهم اولمبيك تشيره وشباب السالمي وكذلك اولمبيك خريبكا الصاد المغربي جمعيه سلا، هادو كلهم مرشحين باش يتوجوا ببطولات الخريف. فريق جمعيه سلا وفريق قراصنه سلا بقياده المدرب مصندا وكذلك المعد البدني هو السابق لفرقه الخمسه مصطفى الفيريتي، يعني كيقدموا شيء ايجابي في البطوله الوطنيه بانديه القسم الثاني. نتمنوا ان فريق الاتحاد الخمسات يجيب لنا هذه الاربعه ديال الانتصارات من هاد الاربعه ديال المباريات اللي بقاو في الشطر الخريف. الصديق رشيد نتحولوا للمكالمات او نديروا فاصل موسيقي ومن بعد نكملوا. صديق رشيد معنا مكالمة من أمريكا مع الصديق هشام فرج. سي هشام، هشام فرج بطل عالمي في السباقات على الطريق، متتبع الصفحة ومحب لفريق الاتحاد الزمالك ميسات، تتصل بنا من هولندا. سي هشام فرج سي هشام تفضل لك الكلمة. السلام عليكم. السلام عليكم. على الاستماع الاخ رفيد كوجاني والاخ جواد، وتنشكر القناة الرياضة بوضوح كلمة. شكرا. سي رشيد، سي هشام عطينا شوية الناس اللي كيهضر لك في النتائج ديال فريق الاتحاد 15 في المقابلة الماضية. أول حاجة تقدم تحية لكم على الاستضافة، نشكر رشيد كوجاني والأخ جواد، وشكرا لكم على الاستضافة. اول حاجه تنشوف الحاصله يا خويا ديال خمسه كان هناك مشكل في الالتقاط الصوت الصديق رشيد، كان مشكل عندكم الصوت تعاود وكنعاودوا الاتصال بك الصديق هشام. بالمناسبة نقدم أو طاقم الصفحة ومتابعيها نتقدم بالتعازي الحارة
لعائلة وأسرة المرحوم حمادي معزاز الرئيس السابق لفريق اتحاد زموري خميسات. هذا رئيس اللي كان في سنوات الثمانينات، تنضم من سنة 80 إلى 1987. الرئيس اللي مشهود له بطيب الخلق ومعروف ومحبوب لدى الجميع أنذاك. هذا هو الرئيس اللي معروف خميسات أنه كان يضحي بماله الخاص على فريق اتحاد زموري خميسات، إلى درجة أنه دار فايت المشروع ديالو. تعود على رئيس الله يرحمه ويذكره بالخير أنه كان عنده مشروع ديال التلفازات وديال الثلاجات في خميسات، وفلوسه كاملة صرفها على النادي وعلى الفريق الأول وعلى النادي ككل، إلى درجة أنه تعرض للإفلاس وهاجر مدينة خميسات إلى مدينة الرباط. أنذاك انخرط كلاعب لكرة الحديدية في أحد الأندية بمدينة الرباط إلى أن وافته المانية اليوم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وبالمناسبة الإنفاق ديال الرئيس، وكيف ما تنقولوا الجميع يطالب برحيل الرئيس الفلالي. لماذا؟ لأنه وعد الجمهور في الموسم الماضي أو بعد تعاقد مع المدرب بودراع، وعدوا الجمهور أو مجموعة إلترا كافاليز فاميلي، كانوا وعدهم أنه إلى ما صعدش الفريق غادي ينسحب. ولذلك تطالب الجماهير الزمورية ومجموعة الإلترا كافاليز فاميلي برحيل هذا الرئيس، لأنه لم يفي بوعوده. كذلك مقربون للرئيس ومن داخل البيت الزموري يؤكدون، وكيف ما تخرجوا إعلاميا، أن النادي ما تتوصل حتى شي دعم، وكيف ما توصلنا بتقرير المالي والأدبي ديال نهاية ديال بعد انعقاد الجمع العام مع بداية هذا الموسم، واللي ما توصلناش به كامل في حقيقة. عرفنا أن النادي صرف واحد العدد وتوصل غير بالدعم ديال الوزارة ديال الشباب والرياضة، بحكم أن نادي اتحاد زموري خميسات يسير في اتجاه الشركة الرياضية بعد أن توصل للملائمة القانون الأساسي للتربية البدنية 039. الرئيس أو مقربون وكيف ما تقولوا إعلاميا أنه كذلك تصرف من ماله الخاص على النادي حتى تتوصل بالدعم ديال المجالس أو الجهة أو الجامعة. والموسم الماضي تأكدوا أنه ما تصلوا حتى بشي دعم، يعني هذا الرئيس حاليا هو اللي تيحاول أنه يصرف أو يدبر المالية ديال الفريق إلى أن يتوصل بالنادي، ولو أن النادي تتوصل بالدعم ديال المجالس المنتخبة تيكملوا في التقارير المالية ديالهم أنهم مازال يتسالوا النادي هو وبعض مجموعة من بعض الأعضاء، لأن تقريبا تيقول لك مثلا تيتوصلوا ب 900 مليون في العام وهما تيصرفوا اكثر من جهه. يعني بغينا حتى بعد التدخلات اللي غادي تكون، ان من بعد رحيل هذا الرئيس ان رحل واش كاين شي بديل فعلا، لان على الواقع ما كاينش شي بديل. كان واحد عضو سابق كان عليه واحد الامل، ولكن ما لقاش مسانده من رجال المدينه ومن بعض الاصدقاء ديالو الاعضاء بالمدينة، ولأنه مستقل ماشي حزبي، لأن فريق اتحاد زموري خميسات كما تعرف كل شيء أنه تنقسم لحزبين فقط، ودير التحالفات ديالو لحزبين فقط، واللي في المكتب قاضي الغرض. الرئيس تنعرفوا أنه تسير بالمالية ديال النادي، عنده واحد السقف تيقدر تعطي أوامر ديالو أنه ما يفوتوليش واحد السقف، وباقي الأعضاء تيخدموا على هذاك السقف المالي. مثلا علاش حتى الفرقه ما تلعبش مثلا على الصعود، وعلاش ما تيلعبش على الصعود؟ لانه تيقولوا انه ما عندهمش ميزانيه كبيره اللي باش غادي يقدروا يطلعوا بها القسم الاول، او حتى الا طلعوا بالصدفه كما تنقولوا تقدر توقع مفاجات، ما عندهمش الميزانيه اللي غادي تقدر تخلي الفريق في القسم الاول باش يبقى يسير. مثلا ما تيبغيوش وما نبغيوش حنا ان الفريق يطلع في موسم ويطلع في موسم اخر. واللي لعلم بعض، لان ما كاين بعض واحد القله
ما كانوش عارفين ان مع الفيلالي راه طلعت فرقه البروميير سيري، راه كانت طلعت في 2014 او هبطت نيت في نفس الموسم الاخر، كانت هبطت الفرقه للقسم الثاني. في الحديث على ماليه الفريق، رئيس يعطي اوامره للمكتب لباقي الاعضاء، والاعضاء يسيرون هذه الماليه على حسب امكانيات اللاعبين. يعني اللاعب ما تجيناش لاعب في مستوى كبير اللي تقدر تعطاه واحد بريم كبير او صالير كبير باش يقدر هذه، يعني الفريق تيمشي على واحد السقف مالي معين محدد، والفريق تيلعب على البقاء. البقاء المشكل اللي كاين ان الكل يطالب بتكوين لاعبين المحليين او ادماج اللاعبين المحليين في الفريق اللي غيقدروا يتقاتلوا على التوني ويعطوا نتائج. البعض الاخر يقول ان هاد اللاعبين وحتى هاد اللاعبين اللي كاينين حاليا ما يقدروش يسيروا البطوله للقسم الاحترافي الثاني. البطوله كذلك راه معروفه انها راه ما بقاتش سهله، راه فيها فرق كبيره وقويه، راه ولات بحال القسم الاول. يعني كاين واحد العمل حاليا، وكيف ما تنقولوا ان الكره ترمات عند الحاج مومن. يعني راه اي حاجه وقعت دابا في النادي راه غادي نقدروا نقولوا الحاج مومن مسكين هو اللي مسؤول عليها، واخا الحاج مومن جا لقى واحد التراكمات كبيره في هذا النادي، البعض العشوائيه في التسيير في التكوين في بعض الاطور كذا، كاين بزاف ديال المشاكل، لدرجه ان النادي تنهضروا على التكوين راه ما عندناش مركز تكوين في المستوى، ما عندناش ملاعب، ولا جينا نهضروا على الملعب مازال نرجعوا نهضروا على الملعب، لان حتى تذبذب النتائج ديال الفريق حاليا اكتشفوا ان الملعب حتى هو السبب. فسولنا كنا تنسمعوا الملعب السبب السبب، اليوم سولت عرفنا علاش هذا الملعب هذا يكون سبب، وهو جديد كيف ما تنقولوا، ارضيه ديالو جديده وجميله. لاعبين او الفرق تيحسبوا راسهم بحال تيلعبوا تورنوا رمضان، اصلا داك الملعب راه ديال التورنوات، ومن تما كانوا تيتخلقوا مواهب، ومن تما كانوا تيتعرفوا مواهب وتيوليو يلعبوا مع فريق الاول. الملعب عندنا صغير في المساحه، كاين تفكير انه تقدر تزاد في المساحه ديالو، او ان النادي تيدرس انه يقدر يلعب المباريات ديالو خارج الميدان اللي تيستقبلها، يقدر يلعب خارج الميدان. لان في الحديث مع وفي دردشه مع المدرب عرفت منه ان اللاعبين فاش يكون ملعب كبير فاش مشاو لعبوا في ادرار ولعبوا مع الطاس، قدموا مباريات جميله ولقاو المساحات فاش يلعبوا. واخا انا شخصيا تنقول ان الملعب واخا صغير مثلا راه تيترينيو فيه، راه يقدروا يعرفوا مولفينو، يقدروا يعرفوا يخلقوا فيه الفريق، يقدروا يديروا الا كان اللاعب الذكي يقدر يسجل اهداف، اللاعب اللي تيتميز بالقذفات من بعيد، اللاعب اللي تيتميز بالضربات الثابته، علاش لا؟ ما نقدروش نقولوا هذا سبب حقيقي، ولكن هذا تقلي من المدرب ان من اسباب ديال النتائج السلبيه في الميدان ديالنا عندها علاقه كذلك بالمساحه ديال الملعب، ملعب المعموره اللي هو اصلا ملعب القرب ديال حي المعموره اللي ولا في ملكيه، ماشي هو في ملكيه بلديه الخميسات، ولكن الاتحاد الزمري بحكم الشراكه اللي دارت بلديه الخميسات مع الجامعه الملكيه لكره القدم انها تكمل تجهيزات بعض المرافق ديالو، ولا الاتحاد الزمري الخميسات هو المستفيد الوحيد، وفريق بلديه الخميسات اللي تيلعب في عصبه الغرب هما اللي تيستافدوا من هذا الملعب فقط، لان الشرط ديال الجامعه الملكيه لكره القدم ان هذا الملعب يلعبوا فيه غير الانديه التابعه الى اللواء ديال الجامعه الملكيه المغربيه. وهنا يتضح ان الحي او الدوريات اللي كتتقام فيه محرومه الان من الملعب، بالاضافه ان حاليا في مدينه الخميسات ما عندنا حتى شي ملعب ديال الاونز، حتى ملاعب القرب مشكورين المسؤولين على التجهيزات ديالها، ولو انها تفتحات متاخره، ولكن تبقى مجهود جميل. جميع الملاعب حاليا من تصبح الحال وهما عامرين، الشباب واليافعين تستفدوا من هاد الملاعب رغم قله التجهيزات ديالهم هذه، ولكن كيف ما كان الحال الشباب الان مستفيد جدا، وجميع فرق الاحياء
والجمعيات الرياضية تستافد من الملاعب القرى في مدينة الخميسات وبالمجان. عندك شي إضافة سي جواد؟ فقط غير بغيت نقول لك على الملعب، كنت ذكرتي ان ربما الملعب يقدر يكون سبب. هذا الملعب هذا اللي كان سبب ما نساوش ان ربح فيه ستاد ماروكا ب 3-0. ستاد ماروكا دابا راه في المركز الثالث، وما نساوش انهم ربحوا فيه الوداد الفاسي ب 2-1. يعني اللي يكون كان المشكل ديال الملعب ما غاديش يربحوا ستاد ماروكا ب 3-0، ما غاديش يربحوا الوداد فاس ب 2-1. يعني انا كنظن بلي الملعب ماشي سبب من الاسباب. نقدروا الان ندوزو شنو الاسباب في نظرك سي جواد النتائج السلبيه ديال الفريق؟ يعني النتائج السلبيه ربما اولا كل شيء ان النتائج ديال الفريق اللي كيتحمل المسؤوليه هو المدرب. هضر مع المشاهدين. النتائج ديال الفريق كما كيف ما قلت لك الصديق رشيد، المدرب هو اللي كيتحمل المسؤوليه ديال النتائج، سواء كان الانتصار او الهزيمه او التعادل. فريق اتحاد الخميسات لما ربح ب 3-0 استاد ماروكا، غير هو واش المشكل ديال الملعب اولا المشكل في اللاعبين. يعني علاش اللاعبين ربحوا ب 3-0 استاد ماروكا وربحوا ب 2-1 وداد فاس، ومن بعد خسروا مع الكوكب مراكش وخسروا مع الراك. ربما كنظن ان المشكل في الخطه ديال المدرب السيد محمد وطهير، اولا تهاون اللاعبين على المقابلات، اولا شي حاجه ربما حنا كنجهلوها. لان المشكل ديال الملعب انا شخصيا انا ما قنعنيش ان يكون المشكل في الملعب انه صغير ولا كبير. يعني راه كتلعب 11 ضد 11، ففريق اتحاد الخميسات نتمنوا حتى الا كان ان الملعب صغير او انهم ما يقدروش يلعبوا فيه، يقدروا يلعبوا في مدينة قنيطرة او يقدروا يلعبوا في السلاح ولا في مكناس. انما هذا وحنا الان كنعرفوا ان جميع المقابلات كتلعب بدون جمهور، يعني ملي ما كيدخلش الجمهور يعني ماشي مشكل الا كانوا غادي يلعبوا في مكناس او يلعبوا في قنيطرة او يلعبوا في تمارة او يلعبوا في اي مدينة اخرى، لان كنلقاو شويه المشكل ملي تيكون الجمهور في الملعب، اللي تنقولوا ربما يقدر يكون الجمهور يساند الفريق في الملعب ديالو، ربما غادي تكون هناك صعوبه في التنقل للمدينه الاخرى من اجل الولوج الى المدرجات وتشجيع فريق اتحاد الخميسات. فريق اتحاد الخميسات ربما من 2008 الكل كيتمنى انه يرجع الزمن الى الوراء باش نشوفوا الفريق ديال 2008 ايام عصام بودا، هشام فتيحي، ادريس بن عمري، رحال الخادوري، نور الدين ايت عبد الواحد، حمادي الزهاني ومجموعه من اللاعبين، وكذلك كان تحت اشراف كل من المدرب الحسين عموته، وكان كذلك خالد المخنطر اللي هو الان مدير التقني ديال الفريق اتحاد سمو خمسات. الان كانت هناك بعض المشوشات في الشارع الرياضي بمدينة خمسات، أن علاش ما نستعنوش بأبناء الدار، يعني علاش ما يكونش عندنا شي مدرب بمدينة خمسات. كاين اللي تيقترح هشام الفاتحي يكون مدرب فريق خمسات، وكاين اللي تيقول أن علاش ما نردوش عزيز القراوي، هو ابن مدينة خمسات اللي حقق مع فريق اتحاد خمسات نتائج طيبة في الماضي، ومن بعد تمت الاستقالة ديالو وتم اخذ المكان ديالو من طرف توفيق المرابط. وكاين اللي تيقول علاش ما يرجعش خالد المخنطر اولا جليل بودرس. جليل بودرس الان اللي هو مدرب ديال فريق الشباب ديال الاتحاد الخمسات، يعني اسئله كامله الاجوبه ديالها غادي تكون في المستطيل الاخضر. الصديق رشيد هو بالمناسبة على ذكر المدرب عزيز القراوي، عزيز القراوي هو اللي شفناه من المدربين في هاد 4 سنوات اللي اعتمد على أبناء الفريق، اللي أعطى فرصة لأبناء الفريق وفي ظهور بعض اللاعبين، رغم أن بعض اللاعبين منهم غادروا الفريق لأسباب تقنية وانضباطية، ومنهم اللي مازالين لحد الآن وكيلعبوا في بلاصو. يعني لازم نشوفوا ان فريق اتحاد الخميسات ملي كان كيدربوا عزيز القراوي راه قصى الجيش الملكي من كاس العرش، و
باش ابناء المدينه. كنا كنشوفوا انذاك يوسف قجعي مقابله بطوليه، وكانوا جميع الجرائد ربما اللي كانوا في المغرب كانوا دارين الصوره ديال قجعي في الجرائد، لانه تختار احسن لاعب في المقابله، بالرغم ان مروان افلاح هو اللي سجل الهدف ديال الانتصار في الدقيقه 52. وفريق تحرير الخميسات كان قصى فريق الجيش الملكي، يعني وما ادرك ما الجيش الملكي الصديق رشيد، العوده اليك ونشوفه. هو المشكل حاليا هو كيف ما تعرف الجميع ان هناك تسير عشوائي في النادي، وما كاينش شي تغيير في التشكيله ديال المكتب المسير، وفضل غياب العامل المادي تبقى الفريق على هكذا الحال. الفريق تيلعب غير على البقاء، ونتمنوا انه غير ما يطيحش، لانه الا قدر الله الا مشى طاح غادي يوقع لنا بحال الفروق الكبيره اللي طاحت وما عاودش قدرت ترجع، لان صعيب ان ترجع من الهوات، وخاصه اذا كان هذا العامل المادي غائب. الى رجعنا للوراء شويه في بعد استغناء او بعد خلع الرئيس السابق وتكوين الحركه التصحيحيه، حاليا راه ما كاين حتى شي حركه صحيحه، حاليا نقدروا نقولوا ان ممكن عوده الرئيس السابق. الرئيس السابق ما تيبغيش يسمع مازال حتى السميه ديال اتحاد الزمالك الخميسات، جلسنا معاه تنبغيو نتحاوروا معاه ونستافدوا منهم شي حوايج، تيقولك ما تجبدليش الفريق اتحاد الزمالك الخميسات ما فيهش رجال بهذا الاسلوب، قال علي السيد القرتيلي المخلوع بعد حركه تصحيحيه. وهذه الحركه التصحيحيه اللي علم الجميع ان ماشي غير جودي حركه تصحيحيه وغادي تحيد النادي، حركه تصحيحيه بدات وكان الناس تمولها، وكانوا الناس تيمولوا الناس اللي غيخرجوا على الطاعه ديال القرتيلي ويتقلبوا عليه كيف ما تنقولوا، الى درجه ان بدات من المكتب دازت لجميع النواحي، مشات الجمعيه ديال المحبين اللي كانت ديك الساعه، دازت اللاعبين فاش الكل، وكانت وعود من العامل انا ذاك انه غادي يعطيه واحد الملحه باش يسير بها الموسم اخر موسم ديالو، وما تعطاتوش وبقى تيسير بماله وبمال اللاعبين اللي استفد من الصفقات ديالهم حتى تقلب عليه كلشي. وفاش تيتقلب كلشي من المكتب من الجمعيه ديال الفريق من اللاعبين اللي مشاو لاعبين مشاو اللي بقاو فيها، ان بعض اللاعبين خرجوا ضد القرتيلي وبقاو هما ضايعين وشي وحدين استافدوا، والناس استفدت من الناس ديال الحركه الصحيحيه، كان الناس استفدت ماشي ما استفدت، بعض اللاعبين ما استفدوش، خرجوا بتصريحات، خرجوا في الاعلام، خرجوا في هذه وفي الخمسة ساكن بقاو ما مستافدينش وتيشوفوا صحابهم استفدوا. كان تمويل كان اغراض سياسيه، كان شي حاجه كيف ما تنقولوا بحال جايه من الفوق من الجامعه، كلشي اتحد ضد سياسه القرتيلي وضد انه باش القرتيلي خرج بجميع الطرق، رغم ان القرتيلي تيتوفر على وصل ديال الجمعيه ديال اتحاد الزموري الخميسات، ولكن مابقاش مازال غادي يقدر يزيد يكمل فيه. المهم ان باش بداو يقولوا شي وحدين ان دار شي حركه وتغير الرئيس راه ما يمكنش، راه الا ما كانش وعود من السلطه من العامل من المجالس المنتخبه انها تدعم واحد الشخص باش يدخل النادي، راه ما يمكنش غادي تحيد واحد رئيس وغادي يجي يدخل رئيس اخر هكذا، ما كان لا مول خارج لا حاجه، لان في الحركه التصحيحيه وفي فعاد خلع فعاد دخول الفيلالي كانت السلطة تدخلت وتحكمت، لأن كان وضع استثنائي، كان الفريق ما عنده تاريال، كانوا اللاعبين كانوا غاضبين، كانوا ساخطين، كانوا ما عندوش باش يتحركوا، ما عندوش باش يلعبوا، كان النادي كامل واقف. هنا تدخلت السلطة وجابت البرلمانيين ديك الساعة وجابت السياسيين دخلتهم النادي باش يصرفوا على النادي وباش يوقفوا هذا النادي هذا، ولكن بالدعم منهم يعني كان وعود بالدعم، والنادي بدا وقف على رجليه وبقى غادي تيسير بطولة الى ان وصل الفيلالي الى مراكز مهمه في الجامعه وتستافد مع الجامعه وباش يبقى مع الفريق ديالنا، خصو
الا بغى يبقى في الجامعه راه خصو يبقى مع الفريق ديالنا ويقلب على موارد ماليه من المشاريع ديالو باش يعاون الفريق، لان فاش تجي تهضر معاهم تيقول لك راه هذاك الرئيس هو اللي تيخسر على الفريق، هذاك الرئيس اللي بغيتو يمشي راه هو اللي تيخسر من جيبو 30 مليون باش تقام عليه الاطقم ديال النادي كامل، بالاطقم كامله، الاطقم التقنيه الطبيه الفروق المعدات كذا جميع مصاريف النادي. فاش نهضروا على النادي راه كاينه الفئات العمريه كامله خاصها مصاريف. وبالمناسبه المستخدمين يشتكون من عدم التوصل بالمستحقات ديالهم، ديما تيسالوا 5 شهور 7 شهور، وبعض الاطر التقنيه كذلك. ومن النادي تيستافد ان من بعض الاطر اللي هي عندها واحد الشهريه كيف كنقولوا خدامين على راسهم واللي خدموا باليامات فاش كانوا مع القرتيلي، كانت ديك الساعه شاركت مع البلديه وخدمات مجموعه ديال اللاعبين اللي كانوا تيموتوا على الفرقه وكان خدمتهم غير الفرقه ويستاهلوا، ولكن كاين واحد البعض اخر اللي ما استافدوش من هاد الخدمات او من هاد من التوظيف. الاطر تشتكي من المستحقات ديالها، ديما تيسالوا 7 شهور 5 شهور، الا قدموا ليهم الا دوزوا ليهم واحد الشهر ولا شهرين راه ديجا تيسالوا 5 شهور 7 شهور. اللاعبين حاليا كيف ما قلت في بدايه البرنامج ان اللاعبين حاليا ما توصلوش بالشهريه ديالهم، ويقدر يكون حتى هذا عامل اساسي في تذبذب النتائج ديالها. ولذلك خاص الرئيس كما تيقول تيعطي خصو يعطي هاد اللعابه ويحفزهم ويدير لهم دوبل بريم باش يموتوا لنا على الفرق على القميص، لانه مابقاش اللاعب تيموت على القميص غير هكاك بحال اللاعبين السابقين فتيحي والقراوي وتوفيق وهدي ومجموعه من اللاعبين اللي معروفين عندنا في الجيل الذهبي واللي قبل من الجيل الذهبي كذلك. اللاعب حاليا تيلعب على الماده، تيجي تيسيني معاك على الماده وتجلس معاهم اطاب على الماده، الا ما كانت عنده الماده راه ما تيلعبش مرتاح. هذا هو المشكل الاساسي حاليا. عندنا اتصال هاتفي مع السيد عبد الله العنباري اللي هو اطار وطني معروف في مدينه الخميسات، خريج معهد مولاي رشيد تخصص كره القدم ومدير مدرسه الاتحاد الزموري سابقا، حاليا تيدير مدير مركز سوسيو رياضي بوالماس، وبفضله والماس تتالق رياضيا. غادي نتصلوا بالسي عبد الله باش نقدروا نعرفوا في المسائل التقنيه اللاعبين كيفاش يقدروا يوصلوا الفريق الاول، وعلاش اللاعبين المحليين ما تيوصلوش للفريق الاول او اللاعبين الشباب ما تيقدروش يوصلوا الفريق الاول، سواء فريق اتحاد الزموري خميسات او الفرق الوطنيه، لان تنشوفوا ان جميع الفرق الوطنيه بدون استثناء تقريبا ما بقاش تعتمد على ابناء الدار، ديما دايرين وكيف ما تنقولوا دايرين السمساره او اشياء اخرى باش يقدروا تيجيبوا اللعابه ب 15 ب 16 ب 17 باش يساروا بهم كل موسم او موسمين وكل عام نفس السيناريو كيف ما هو واقع عندنا في مدينه الخميسات. سي عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك سي عبد الله، راك معنا على المباشر في برنامج الرياضه بوضوح. مرحبا سي عبد الله، انت كخريج معهد مولاي رشيد تخصص كره القدم، بغينا نعرفوا منك الا كنتي تبعتي معنا الحوار، بغينا نعرفوا منك اللاعبين المحليين كيفاش بغيناهم يوصلوا الفريق الاول باش يعتمد عليهم الفريق الاول، وشنو هي الاسباب اللي تتخلي الفريق الاول ما تيعتمدش على اللاعبين ديالو، وبحكم انك كنتي مدير ديال مدرسه اتحاد الزموري خميسات ودربتي مجموعه من الفئات العمريه بالنادي، وديك الساعه راه كانوا دوك اللاعبين راه شفناهم وصلوا الفريق الاول، بغينا نعرفوا الان الاسباب والحلول باش يقدر اللاعب ابن المدرسه يقدر يقاتل على التوني ديالو في الفريق الاول. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. اش نقول لك، انا غادي نرجع لواحد الحقبه واحد الفتره معينه اللي كانوا اللي كان نادي اتحاد الزموري خميسات كان يعتمد على اللاعب المحلي، وهي هذيك الفتره الدراري ديال الماده كان اتحاد الزموري كان يعتمد بشكل كبير على الماده الخام اللي كيتوفر عليها، وبالتالي كانوا في نفس الوقت مقابل
كانوا مدربين نقولوا في مستوى، ماشي ضروري، ماشي يعني فقط انه يكونوا كل ماده الخام، خص الماده الخام مقابل يكونوا مدربين في المستوى. الا بغينا نرجعوا يعني لديك الفتره، ما نقولوش نرجعوا لديك الفتره القديمه، ولكن الا بغينا نعتمدوا على اللاعبين المحليين، كنبداو من المدرسه، كنبداو من المدرسه، وفي نفس الوقت كنوفروا لهم اطور في المستوى. ملي كنقول اطور في المستوى يعني اطور بمعنى الكلمه، ملي كنقول اطور يعني اطور عندها ما نقولوش خبره، عندها تكوين علمي، وكيتوفروا على واحد التربيه من الطراز الرفيع، ويكونوا قدوه. هادشي كامل يعني عنصر البشري اللي كيشتغل داخل النادي خاص يكون عنصر بشري مؤهل، خاص يكون في المستوى كما ذكرت، ماشي فقط انه مجرد انه لاعب كرة القدم صافي راه مدرب وراه اطار. لا، ماشي اي واحد لعب كرة القدم ولا اي جوار لاعب قديم راه صافي مباشرة هذاك راه مدرب. هذا خطأ فادح كيترتكب، مازال كيترتكب ماشي في داخل الاتحاد الجمهوري، بل في جل ولا اغلب الفرق الوطنيه. والدليل انه المنتوج الوطني ككل هو منتوج، ما غاديش نقول لك انا ما نبقاش نشوفوا النتائج، مثلا نشوفوا راه ربحنا كاس افريقيا وكذا وكذا، هذاك الشيء ما تعكسش المستوى ديال كره القدم ديالنا باش نكونوا صراحه. والدليل القاطع ان المنتخب الوطني كنجيبوه من على برا، هذا دليل قاطع، حتى واحد ما يجادلني في هذه النقطة هذه. اللي باش نكمل لك، إلا بغينا نعتمدوا على اللاعب المحلي، يعني اللاعب مثلا نرجعوا للنادي ديال الاتحاد الزموري، إلا بغينا نعتمدوا على اللاعبين المحليين كيخصنا نوفروا لهم الظروف المناسبة، أنهم أولا نوفروا لهم وسائل ديال يعني لي سيون زونطريمون يكونوا في ظروف ممتازة، ماشي ممتازة ممتازة، ولكن على الأقل 51%. الماتيريال كواري لي بلو لي سيرسو كذا كذا، مسائل اللي ممكن ان تطور القدرات ديالهم. وبالاضافه ان يكونوا عندهم مدربين في المستوى، ما نبقاوش نقولوا نعتمدوا على هذيك الفكره ديال نديروا كيف كيقولوا ديك الكلمه اللي كتداول بزاف، تيقول لك نديروا السوسيال، كيبان لهم شي لاعب قديم يمكن ما نجحش في حياته او لا يمكن عنده ظروف معينه وهذا، وكنجيبوه مباشره للدراري الصغار وكنقول ليه يلا كتلقوا العينان لك هذا، وذاك اللاعب راه عنده ظروف، عنده مشاكل، ما مكونش بطريقه علميه، هذا انا الله يحسن الاوان، ماشي تنقولوا حنا ماشي ضده. اللي بغيتو ديروا السوسيال ديروا في حوايج اخرى، عطاو شي حاجه اخرى، هذا ماشي الدراري الصغار اللي ديال المستقبل، اللاعبين المستقبل نعطيهم اي واحد جا نقول ليه هاك سير تعلم فيهم. لا، خاص المدرسه تكون مبنيه على قواعد صحيحه سليمه. شنو هي قواعد سليمه؟ انا نجيب لهم مؤطرين في المستوى. ملي كنقول مؤطرين، راه كلمه مؤطر راه ما ساهلاش، راه ماشي غير شي واحد لعب الكره كتقول لي انت مؤطر. لا، راه انا بكل صراحه انا ماشي ضد الفكره ديال اللاعب القديم، حيت كاينين اللاعبين القدامى او اللاعبين اللي زعما لي زونسيان جوار بكل صراحه عندهم اخلاق من الطراز الرفيع، وراسهم صغير كيتعلموا بسرعه ومتخلقين، ويمكن يدوزوا دي ميساج من داكشي الرفيع للاعبين ديال المستقبل. ولكن راه كاين يعني الواقع هذا، راه ماشي تنجيب شي حاجه من راسي، هذا الواقع اللي عشتو وشتو وكنشوفو كنعيشوه، مازال تنعيشوه ويمكن مازال غنعيشوه. كيجيو لاعبين كل صراحة لا أخلاق لا تربية لا تواصل نقدر نقول لك تحت الصفر، وكنعطيو للدراري ولاد الشعب ولاد الناس، وتتكرسوا عليهم بكل صراحة. وهذا الشيء ما غيمكنش ومستحيل أننا دوك الدراري يطلعوا في المستوى العالي. كاين بزاف الدراري ما تيكملوش المدرسة، ولا كيطلعوا الميني ولا كيطلعوا جنة، ما تيكملوش تيمشوا في حياتهم. وباكثر من هذا انهم تيخرجوا حتى على المدرسه ديالهم، حتى القرايه ديالهم ما كيشدوا لا كره لا قرايه،
تيمشيو ضحيه، كيولي النادي، كينتج، وكيولد لينا وكيفرخ لينا دراري ديال الشارع وديال الشرميل وديال الهضره الخاسره وديال بزاف د الحوايج، ما عملناش من هادوك اللي كيقول لهم هما مدربين ولا مؤطرين ولا كيسموهم شي سميات، شنقول لك ما شاء الله مؤطر مدرب كذا، ولكن راه هادو هما المشاكل اللي كتخلي ان اللاعبين ما تيمشيوش بعيد. انا التجربه ديالي المتواضعه اللي دوزت داخل اتحاد الزموري، في واحد الفتره معينه، اللي كان الفريق اول مره كان صعب القسم الوطني الاول وهذا، كنا كنشتغلوا كعائله، ولكن بيت القصيد فين كان؟ كان واحد المدير تقني، كان تيشتغل، وكان عنده واحد الفلسفه، وكان عنده واحد الرساله من طراز الرفع كان كيدوزها للاعبين وكان كيدوزها للمدربين. واللي نقدر نقول لك في ديك الوقيته قلت السميه ديالو كان سي حسن مؤمن، الحاج حسن مؤمن، هذيك الوقيته كان تيشتغل بواحد الشكل يعني بكل صراحه بواحد المستوى عالي، كنا كنشتغلوا باريحيه، وما نقولكش نهضر لك على الاجور ولا كذا ولا هذا، راه ما داك الشيء كان عادي، عادي جدا، وبعض الاحيان يمكن نشتغلوا كيف كيقولوا واحد البرلماني ديالها بيديكي، وكان العطاء وكان النتائج وكان الجوع واسري وحميمي، وكنشتغلوا يعني في واحد المستوى من داك الشرف، ولكن بيت القصيد ان كان واحد هو اللي كيجمعنا، الحاج حسن مؤمن كان هو اللي كيدوز لنا واحد الفلسفه واحد التربيه واحد التكوين واحد الاخلاق، والتواصل ديالو هو كان كيزرعوه في اللاعبين الناشئين وفي المدربين وفي داخل النادي كامل. دابا راه هو كاين، دابا راه رجع، انا سمعت انا بانه الحاج حسن مؤمن راه كيشتغل دابا، ولكن للاسف الشديد كاين، ما نقولكش هو راه الفلسفه ديالو راه زاد دورات وراه واخد تجارب اخرى مع فرق اخرى، ويعني المستوى ديالو زاد طلع، ولكن ها هو رجع للنادي، وبكل صراحه كاين مشاكل تما، مشاكل كدور داخل العنصر البشري، راه هذا هو بيت القصيد داخل نادي الاتحاد الزموري، راه ماشي المشكل ديال الامكانيات الماديه، الامكانيات الماديه اللي كاين دابا ما كانش في واحد الوقت، ولكن للاسف الشديد انا كنقولها المشكل كاين في العنصر البشري. يمكن نقول لك الحاج حسن مؤمن يمكن كيطريات، يمكن كينتظر الوقت، يمكن شي حاجه اللي هو اللي تيعرف اكثر مني انا. هو اسمح لي السي عبد الله، هو فاق في دردشه قصيره من بعد التولي ديالو اشراف على الاداره العامه والمشرف العام على النادي، عند تفاجئ ان اللاعبين تيوصلوا حتى ل 21 سنه ومازال ما عندهم مؤهلات انهم يشاركوا في الفريق الاول، يعني هو عنده دابا واحد السياسه انه غادي يخدم على تكوين بعض اللاعبين، لانهم كيف ما تنقولوا ميزوا او عزلوا واحد 8 ديال اللاعبين اللي شافهم انهم كويريه ويقدروا يعطيو، غادي يخدموا عليهم على مدى واحد عامين او 3 سنوات باش يقدروا بقاو يشاركوا ويلعبوا مع الفريق الاول. يعني تيشوف في الوقيته اللي ذكرتي ان اللاعبين كانوا تيصلوا 18 19 سنه تنشوفوهم قادرين يحملوا القميص ديال الفريق الاول وتيدافعوا وتيلعبوا الكره كيف ما تنقولوا، وحاليا فالشاف لاعبين لقاهم انهم ما يقدروش يسيروا المباريات ديال القسم الاحترافي الثاني. شنو تقدر تقول على هذه القضيه؟ لا بالفعل، دابا انا نقول لك واحد القضيه، شي نقطه يعني لو بوين فور ديال الحاج حسن مؤمن، وكي هو هذه المساله هذه، انه تركز بزاف على الفئات العمريه اللي غادا تقدر هي تعطي تكون في مستوى من بعد على مستوى الكبار، وراه كيشتغل وهذا الشيء راه تيبغي شويه الوقت، يعني هو الوقيته اللي عاد جا اللي راه غبر على النادي هاد المده، ولكن من جهه انا متاكد بانه ما لقاش شي حصيله يعني في المستوى، انا متاكد بانه لقى الحصيله هزيله وهزيله جدا، وغالبا هو دابا راه يلا كنقولوا يلا بدا غيديماري دابا، يعني غيبدا من الصفر، يعني خاص يكون هاد اللعابه باش يلا يمكن يوصلوا ان شاء الله في السنيور ويقدروا يقولوا الكلمه ديالهم.
واكيد انه غيلقى بعض العناصر، هي هو مقارنه مع ذاك الكم اللي كان وذاك الزخم اللي كان. يعني انا كنتاسف بكل صراحه، بكل صراحه هذه المده اللي دازت كامله كان واحد الهضر، واحد الهضر ديال الزمان الرياضي، والهضر حتى من ناحيه الامكانيات الماديه. يعني هذه المده كامله قضيناها وما قدرناش يعني نكونوا لاعبين اللي يقدروا يلعبوا لنا على الاقل هذه السنه، يلعبوا لنا في الفئات الكبار، يكونوا ولاد يعني محل اللاعب المحلي. يعني شيء مؤسف، مؤسف جدا. يعني اش كنا كنديروا من قبل؟ اش كنا كنديروا؟ وهذه مساله انا كان زعما بصراحه كنعاتب فيها المسؤولين ديال النادي، ماشي غير في الكوميسات، ماشي داخل الاتحاد الجمهوري، حتى الفرق الكبرى الاخرى كاع داخل يعني المملكه ديالنا كاين هذا المشكل كبير. انا ما كنديروش المحاسبه، ما كنديروش التقييم، ما كنقولوش قال هاد السيد هذا ولا هاد الناس هادو اللي جاو كيتكلفوا لنا على المستوى التقني، ما كنقولوش اش داروا. خاص تكون واحد الحصيله، خاص نجلسوا معاهم على الطابل ونشوفوا شنو اللي داروا وشنو ما داروش. ما غاديش نقول لك انا يجريو عليهم نشوف حالاتهم هذا، ولكن على الاقل يتحاسبوا معاهم ويشوفوا شنو هما الامور، يعني مكامن الخلال، مكامن القوه، ولا شي حاجه اللي غادا تزاد الضعف اللي غادا تحيد، ماشي يخلوا الناس خدامين غير هكاك عشوائيا وصافي، كما هذا العام كما العام الجاي كما العام الجاي، وتنضيعوا الوقت، كنضيعوا الدراري في الوقت ديالهم، في المدرسه ديالهم، في الكره ديالهم، وكنضيعوا المال، كنضيعوا الامكانيات الماليه هكاك، كنضيعوا الوقت. هذه مده وكنتسناو الاتحاد الجمهوري، نتسناو تالين فوقاش، شنو اش كنتسناو؟ شنو كنتسناو؟ قالوا ما نتسناو شي حاجه. راه اللي كيسري على الاتحاد الجمهوري، انا كنهضر بصفه عامه، ماشي دغيا، هادشي اللي كيسري على الاتحاد الجمهوري كيسري على جميع الفرق داخل 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 البلاد ديالنا. والدليل القاطع انا كنقولوا ديما ان المنتوج الرياضي ديالنا الوطني فهو منتوج هزيل، منتوج لا يرقى الى المستوى نقولوا العالمي. هاي شحال واحد يقول لي علاش كنهضروا على المستوى العالمي وعلاش ما نهضروش على المستوى؟ خصنا نتقارنوا، احنا خصنا نقارنوا نفوسنا بالمستوى العالمي، ما نقارنوش راجلنا بشي مستوى اللي ماشي هو هذاك. علاش؟ حيت الامكانيات كاينه، الامكانيات الماديه كاينه، كاينه البنيه التحتيه. شحال هذه ما كانت بنيه تحتيه، لا ولا كان غير رمله وهذا، وكتلقى كره وحده وهذا، والناس قاضيه الغرض. دابا من الامكانيات الماديه موجوده وامكانيات البنيه التحتيه في الطراز الرفيع، راه غادي نقول لكم انا مساله وحده اللي قلتها قبيله ونعاود نقولها، كاين مشكل كبير في الموارد البشريه. خاصه نهتموا براس مال لا مادي، يعني نهتموا بالعنصر البشري، نهتموا بالناس اللي غيكونوا، الناس اللي يكونوا ماشي من هبه ودب. ماشي كيف كنقول ديما، ماشي اكل لعبت كره اونسيان جوار نجي غنولي مدرب الصباح. لا، راه خاصنا ناس اللي يكونوا عندهم تكوين اكاديمي، تكوين علمي، يكون عندهم دي ميثود سيونتيفيك باش يمكننا نزيدوا بالكره القدم الوطنيه، نزيدوا بها القدام. الا بقينا غير بهاد الكره غنبقى ندورو ديما في واحد الحلقه مفرغه، وغنبقى نضيعوا غير الوقت. انا هادي مده وانا متبع الامور، الشان الرياضي الوطني متبعو مزيان، وكنلقى نفس لي لاكون، نفس المشاكل، وما كتصلحش. كنبقاو غير كندور غير تما، كنبقى نعتمدو على داك اللاعب القديم اللي كنقولو مسكين يمكن يزيد لنا كرة القدم الوطنية لقدام، ولكن ما لا حياة لمن تنادي. بقينا غادي كندورو في حلقة مفرغة، وكنضيعو الوقت، كنضيعو الفلوس، وكنضيعو الناس اللعابة الشباب ديالنا كنضيعوه. انا كنقول دابا بان اللعبه كيطيعوه، كيمشيو كيولوا كيتشنكروا، كيمشيو ما كيجدوا لا في قرايه لا في كره. هذا راه مشكل خطير، خاص الناس يفطنوا ليه. الا ما فطنوش ليه يعني الامور غتبقى غدا، لا غادي نولي غادي العوده. راه ما كنقولش راه ما كنطوروا حتى حاجه، حتى حاجه ما كتطور. يعني هضروا على الاتحاد الجمهوري نرجعوا ليها، وهذه سنين، هذه مده، وما ما كنشوف والو. اللي بدا في ليكول، انا كنعقل على شي دريه غير من ليكول ديال الاتحاد الجمهوري مشاو لفرق اخرى، اللي مشى للجيش، اللي مشى للفاتح، اللي مشى، وكنعرفوهم بالسميات ديالهم، لا ذاكري لا داعي لذكر الاسماء. علاش؟ مشاو كملوا ما يمكن لهمش يزيدوا، حيت كيشوفوا القدام، كيشوفوا ليكول المينيم، كيشوفوا كادي، كيشوفوا جونيور، كيشوفوا داك الشيء ما تيدور تما، كتسمع بخطر الكلمات النابيه، تلقى مدرب كلام فاحش. شنو غتنتظر منه هذاك؟ انا نخلي ولدي يمشي عند واحد المدرب كينطق كيستعمل كلام ماشي هو هذا، ماشي في مستوى. دوكا ما
ما بقيناش كنكونوا اللاعبين، حنا دابا ولينا كنديفورميو ماشي كنفورميو، وهذا الشيء مؤسف بزاف. ويعني وانا انا ما نقولش ان شي واحد يعيب عليا على هذه الجرأة باش هضرت ولا هذا، ولكن هذا واقع، هذه حقيقة. حتى واحد ما يقدر يقول لي هذا الشيء اللي كنقول انا بان غلط فيه، ولا راني ولا تنبالغ، ولا هذا الواقع. خاص المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار الا بغاو، يطوروا كرة القدم. انت تقول الا بغاو، حيت الا ما بغاوش راه غيخلوا الامور غادا غادا هكاك وصافي، وديروا الخاطر لهذا وهذا والفلان، هذا صاحبي، هذا قديم، هذا تيتملق ليا، هذا تيدير ليا، هذا تيتسخر ليا، هذا تيشتم ليا، هذا تيجيب ليا هادي، وتبقى يدوروا غير تمايا كاننا تنضيعوا على الوقت. قول صراحه مضيعه ديال الوقت وصافي، ولكن ما غتلقى لا جوده ولا نتائج مزيانه ولا تطور ولا حتى شي حاجه. ده راه واقع، ده راه ماشي تنبالغ، وانا ماشي كنهضر بالنبره تشاؤميه ولا شي حاجه، انا كنهضر من الواقع. حيت الا بقينا كنعطيو الارقام ونعطيو الوقائع مزوره وهذا، غنوليو ما بني على باطل فهو باطل. غنبقاو نديرو، غنبنيو السياسات ديالنا على معطيات خاطئه. انا كنعطيو معطيات صحيحه باش اللي بغى يبني على شي حاجه اللي صحيحه وشي حاجه اللي واقعيه. هذا هو الواقع اخ رشيد. شكرا سي عبد الله على التدخل ديالك وعلى المسائل التقنيه، شكرا على هذا الشرح اللي عطيتينا باش نقدروا نعرفوا، حتى المتتبع الرياضي يعرف المشاكل اللي تتعاني منها الانديه بخصوص التكوين اللاعبين. شكرا مره اخرى سي عبد الله، ولا فرصه اخرى قادمه ان شاء الله. كيف ما تابعنا سي عبد الله ركز على العامل البشري او الموارد البشريه في تكوين اللاعبين، واللي كان اللي نقصات على الشكل اللي كانت، واللي هضر عليها بشكل علمي، لان جميع الاطر اللي توفر عليها فريق نادي اتحاد الزمالك الخميسات ما تنضج انها ماشي كامله، ولكن مهم ناقصه شويه في الدبلومات العاليه وفي التكوينات كذلك. ولذلك الفريق غادي بتيسير الله، وغادي مع تيسير الله، المهم خص الفريق ما يطيحش. وحنايا تنطالبوا الفريق انه يرجع للمكانه ديالو كيف ما كان سابقا، ويرجع للاوج ديالو، ويرجع للعطاء ديالو، سواء باللاعبين المحليين او باندماج اللاعبين المحليين وبالاجانب. ما غادي نرفضوا حتى شي واحد مرحبا باي لاعب يجي الفريق تاع الزمالك الخميسات، ولكن يبين على انه لاعب ويخلي الاسم ديالو يتداول في المدينه، رغم انه واخا ما يكونش ولد المدينه واخا يرجع لبلادو، ولكن بغينا كذلك ان تكون واحد استمراريه في الجديه في العمل في التكوين، باش نقدروا باش يقدر حتى الحاج مؤمن يحقق، والسياسه اللي دخل عليها واللي قبل عليها النادي انه يكون بعض اللاعبين اللي غيكونوا دعائم اساسيه في الفريق. وهذا الشيء علاش؟ هذا الشيء مفروض عليه حتى النادي انه غادي يديرو، مفروض على النادي انه خصو يخرج لاعبين في المستوى. علاش؟ لان النادي غادي في تسيير، غادي في تدبير ديال الشركات، غادي في الاتجاه ديال الشركات، وكيف الشركات غادي تكون الا ما كانش عندك موارد. الموارد من غادي يجيبوها الانديه؟ خصهم يكون عندهم لاعبين في مستوى ديال التكوين باش يقدروا يلعبوا في الفرق ديالهم، وما يكونش انتدابات اللي تتمشي لهم اموال طائله فيها، بالاضافه لهذه الانتدابات، بالاضافه الى بيع هاد اللاعبين الا كانوا في المستوى، غادي يخلقوا واحد موارد ماليه النادي باش يقدر يساير البطوله او البطولات اللي كاينه المستمره. شكرا سي عبد الله على هاد التوضيحات. غادي نحاولوا نتصلوا باحد محبي الفريق، كنا تنتناو اننا يجينا اتصال من واحد كابو سابق ناطق باسم مجموعه انترا فاميلي من الولايات المتحده، ولكن مازال تنظن انه مازال ما دخل باش يقدر يتصل بينا، لان الوقت يداهمنا باش يقدر يعطينا الراي ديالو والراي المجموعه على هاد النتائج وعلى المطالبه ديالهم بالرحيل الرئيس. المهم غادي نحاولوا نربطوا اتصال بالاخوان اللي تواصلوا معايا.
الو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، سي رشيد. سي عبد الله الزموري، راك معنا على المباشر في برنامج الرياضة بوضوح، وعلى فريق اتحاد الزموري خميسات وما وصل إليه هذا الموسم وهذه المواسم الأخيرة. بغيناك تعطينا تدخل ديالك، إذا كنتي كمؤيد لرحيل الرئيس، شنو هو البديل اللي يقدر يكون أو الحلول اللي يمكن تعطينا نتائج جيدة ويعطيونا لاعبين أبناء الدار اللي يقدروا يشاركوا في الفريق الأول. في البداية السي رشيد، كنشكرك على الفرصة اللي عطيتينا باش نهضروا شوية على فريق اتحاد الزموري خميسات. بالنسبة سميتو التقييم ديالي لهذا، كاين سميتو المؤدى ديال المكتب، كاين على مستوى النتائج في مجملها نتائج مخيبة للأمل بصريح العبارة، مما يجعل اختيار المدرب غير موفق. على مستوى التكوين، كما قال، ما غنضيف شي حاجة اللي قبل داكشي اللي قال السي العنباري. على مستوى التكوين، هناك طاقات مهمة في المدينة لكنها لا تصل إلى الفريق الأول، كاين عطل في التكوين. على مستوى البنية التحتية، لا جديدة يذكر من غير ذاك الملعب ديال المعمورة. نورمالمون الملعب ديال 20 غشت هو اللي كان خصو يتصلح، وكنا كنستبشروا كنا غيتصلح، كنا غيزيدوا مدرجات باش يولي بحال الملعب ديال القنيطرة ولا ديال مكناس. بالنسبة على مستوى الموارد المالية، كتسمع لي السي رشيد؟ هي تنسمعوك، راه تنسمعوك، الصوت راه مزيان. قلت لك اخي، على مستوى الموارد المالية، باستثناء التام ديال المجلس الاقليمي والمجلس البلدي الى اخره، المكتب الحالي ما لم ينجح في جلب مستشارين ولا كذا باش يزيد من الموارد الماليه ديال الفريق. على مستوى الحكامه، كاين خلل في التدبير ديال الموارد الماليه. الدليل هو ان كل سنه يتم جلب العديد من اللاعبين، وكتهضر واحد الامكانيات ماليه كبيرة. خلاصة السي رشيد، هو أن الفريق يعاني أزمة نتائج، وهي تحصيل حاصل الغياب مشروع رياضي متكامل. بحال دابا، غير على سبيل المثال، أن المكتب منذ نزول الفريق هو كينهج نفس السياسة ديال جلب اللاعبين، وكيحصد نفس النتائج اللي هي هو مالها نتائج سلبية. هذا المكتب هذا، علاش ما يجلسش مع تقنيين؟ مثلا ها هو حسن مؤمن، حسن الباري، ها سميتو يقدر يشوفو تاع موتا ولا هذا. كاين بزاف ديال التقنيين من ابناء المدينه، يسمعوهم ويديروا واحد خريطه الطريق، يشخصوا الوضعيه فين كاين الخلل، انه منذ نزول الفريق وهما كيعاودوا نفس الاسطوره كتكرر. اذا المطلوب بالنسبه لي انا، تكون شي لجنه تقنيه اللي فيها الكفاءات من ابناء الفريق، اللي باش تبلور واحد المشروع تكويني اللي غيشتغلوا عليه. بالنسبه للقضيه ديال ذهاب الرئيس من عدمه، ما عرفتش بعدا واش كاين اللي عنده القدره باش يتحمل المسؤوليه ديال تسيير الفريق. السي الفيلالي ما نجحش وما وفاش بالوعود ديالو، هو اللي الاشكال المطروح هو واش كاين شي بديل للسي الفيلالي. انا بالنسبه لي، انا كنقترح انه دار ان داك المكتب كاين فيه النوع اكثر من النص ديال المكتب، ما عندوش فعاليه، وما كيختارش وما كيدير شي حاجه. سو كيف راه كيبان لي هذا المكتب هذا ديال السي الفيلالي، خصو يعني يطعم بكفاءات اللي تقدر تعطي شي اضافه للفريق.
هذا هو التدخل ديالي في مجمل. السي رشيد ديالك كان شي سؤال؟ شكرا سي عبد الله. سي عبد الله الزموري متتبع الفريق ومن خارج خميسات، وفي الصفحة وجميع أخبار فريق تاع الزموري خميسات اللي ما تيغفل حتى شي على شي خبر أو على شي ماتش، وديما متبع معنا. تنشكرك بزاف سي عبد الله. نعم سي رشيد، نعم كلمة أخيرة بصراحة، والله العظيم إلا كتمرضنا هاد الوضعية الراهنة اللي وصل ليها الفريق، ملي كنشوفوا غير الماضي القريب كيفاش كان الفريق كان مهاب الجانب، ولا الفريق كينهزم في عقر الدار مع كل من هب ودب. دابا الفريق ولا فقد ذاك الهيبة ديالو. راني عطيت بعض الاسباب اللي ذكروها واللي تيبحثوا فيها واللي هي خلات اللعابه يتهاونوا. شكرا سي عبد الله مره اخرى شكرا جزيلا سي رشيد، بارك الله فيك سي عبد الله. سي عبد الله بالمناسبه فاش ذكر المستشهري بالفعل رئيس قوي سياسيا كيف ما تنقولوا ولا كيف ما تعرفوه، وما قدرش يجيب موارد اخرى خارج الدعم ديال المجالس المنتخبه. يعني بحال هذا الرئيس هذا علاش ما يجيب ليناش مستشهرين؟ علاش ما يجيب ليناش افريقيا؟ علاش ما يجيب ليناش بزاف د الحوايج؟ في ظل ان المدينه معروفه ان المدينه ما بقاو فيها لا شركات لا والو، علاش هاد المنتخب ما فكروش يجيبوا لنا الشركات المدينه وتاد الشركات تدعم مجموعه من الرياضات؟ لان ماشي غير الرياضه ديال اتحاد الزمالك خميسات اللي كاينه لكره القدم، راه كاين مجموعه من الفرق من الانديه العريقه اللي بدات تموت في مدينه الخميسات، وهذا اشكال اخر وغادي نخصوا له حلقه اخرى خاصه مع قيدومي الصحفي مدينه الخميسات. غادي نرجعوا حلقه خاصه على الرياضه المحليه والقتل، هذه الرياضه والاسباب ديال القتل ديالها. فاش نرجعوا للمستشهرين في الجمع العام ما قبل الماضي، ذكرت هذه النقطه على الرئيس الفريق وحده ابرون، هذا سي ابرون اللي كان ممثل الجامعه انذاك في الجمع العام، وقالوا لنا ان قالنا ابرون الى طلعت فرقه البريمير سيري هو غيدعمنا من الشركات ديالو. وفاش رجعنا للاسباب وسولنا على هذه القضيه، عرفنا بان الفريق ما عندوش شركات في المدينه ديالو، يعني صعيب انه يجيب مستشهرين. الفريق يعني حتى الشركات خارج المدينه ما تتزعمش مع فريق في القسم الثاني انها تعطي اموال طائله وما غادي تستافد من موراه حتى شي فائده، لان الانديه ديال القسم الثاني ما تدوش النقل التلفزي، تيشوفوا ان ما كاينش جمهور كبير، تيشوفوا بزاف ديال العوامل تيدرسوها، لذلك ما عندناش مستشهرين. ولو ان الرئيس يقدر انه يجيب لنا شي مستشهر، ولكن مازال ما شفنا حتى حاجه من هذا العامل. سي جواد انا عندك شي اضافه في هذا الشيء اللي سمعتي؟ شنو تقدر تقول لنا بما نربط الاتصال مع احد الجماهير ديال فريق تاع الزبوري؟ الصديق رشيد، اولا كنشكر عطيت قيمتك على هذا الشيء اللي سمعتي من خلال التدخلات اللي كانت. اولا انا عجبني التدخل ديال السي عبد الله العنباري ان فريق اتحاد الخميسات ربما كيف ما سمعتوا على لسان ديالو ان المشكل ربما ليس في أرضية الملعب وليس في اللاعبين، ربما في التسيير هو اللي تيكون يمكن شويه ديال المشكل. وكذلك السي عبد الله الزموري التدخل ديالو هو ان فريق اتحاد الزمخبوطه بجلب المستشهرين ربما شي كيلزمو شويه ديال الوقت، خصوصا ان فريق اتحاد الان كيمارس في القسم الوطني الثاني. Silence, they can't
حسن، مرحبا بك معنا مجددا في برنامج الرياضة بوضوح وعلى المباشر. اليوم عندنا حلقة جديدة كيف ما تبعتي على فريق اتحاد زموري خميسات والأسباب ديال النتائج المتذبذبة اللي حصل عليها. كان مشى في واحد الريتم مزيان ولا تراجعت النتائج ديالو، بحكم أنك كلاعب سابق ومتابع لفريق اتحاد زموري خميسات على الدوام، شنو تبغي تعطينا في التدخل ديالكم من خلال الفقرات والتدخلات اللي سمعتي واللي ذكرنا؟ سي حسن. السلام عليكم سي رشيد. مساء الخير سي رشيد جواد. الو، مرحبا، تفضل سي حسن، الخط مفتوح لك تنسمعوا. شكرا سي رشيد، شكرا سي جواد السي رشيد. لا شكرا على واجب سي حسن. سي حسن، كيف ما تابعتي معنا وتتابع معنا ديما فريق اتحاد زموري خميسات وعن قرب وعن بعد وعبر الصفحة ديالنا، الفريق ديما تيلعب على البقاء، ديما تيبقى يعاني في بعض الدورات، عندنا نفس المسيرين نفس الرئيس، عندنا هذا الموسم كان تعاقد مع المشرف العام للنادي اللي تيحاول يخدم على واحد السياسه ديال تكوين اللاعبين للفريق الاول. كيف ما انت متابع الفريق الاول، يعني شنو تقدر تقول لنا على السياسه ديالو المستمره على حساب البقاء ديالو دائما في القسم الثاني واللي تبررها بالعامل المادي، وشنو تقدر تقول لنا هل أنت مع رحيل الفلالي وما هو البديل أو الحلول لعودة الفريق للأمجاد ديالو القسم الأول مثلا؟ شكرا سي رشيد. الحديث عن فريق اتحاد زموري خميسات هو نفس الأسطوانة كل سنة، أن كل سنة كنعيشوا نفس الحالة، أنه مجرد ما كينتهيو من الجمع العام إلا وكترجع النتائج المخيبة للأمل، وحتى الفريق ما عندوش واحد الرؤية بعدية من هذه سنوات. أنا ما غاديش نهضر على ما تكلم عليه الأخ العنباري والأخ عبد الله، أنه قالوا ما فيه الكفاية من ناحية التكوين ومن ناحية المؤثرين ومن ناحية أدبيات كرة القدم، إلا أنه يحوزوا في مدفنا كجماهير. ولا نقول بأننا كنا موارثين في اتحاد زموري خميسات، وإنما كجماهير زمورية على أساس أنه كان فريق عريق يطوف ويجول أنحاء المغرب ويدرى له الألف حساب في كل مقابلة، له واحد الجماهير عريضة محبة، إلا أنه اللي يعاد على أن الأسباب كلها كتحملها اللجنة التصحيحية. اللجنة التصحيحية لم تصحح أي شيء، بل أبعدت رجل الميدان وأتتنا بتركيبة سياسية نعرفها كيف أتت وكيف أصبحت الآن، ونعيب عليها، ليس لها أي ناطق رسمي للفريق، ولم نرى أي أحد منهم في يوم ما يحدثنا بعد مقابلة، لأن كرة القدم هي هذه، فيها المنتصر وفيها المتعادل وفيها المنهزم، ولكن هناك من يفسر ظروف مقابلة بمقابلة. أنا ما غنعيش الأطور، هما راه كيقول لك لأن جابوا من خيرة الأطور،
قالوا جابوا الاخ ودرا، قالوا جابوا الاخ مطير، قالوا جابوا واحد مجموعه، ولكن انا ما كنقولش على 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 المدرب او حتى اللاعبين. انا ما غاديش لان الحاله المزريه اللي كيعيشها فريق تحت الزمده، ولكن اللاعبين كتنتجهم الفريق ويعطيني انا غير تفسير هذا الرئيس هذا. هذوك اللاعبين اللي هما دابا كيلعبوا في البحراوي واللي كان الفريق بامس الحاجه لهم وكيتخلصوا من طرف الفريق ديال اتحاد الزمور الخبيثات وما كيلعبوا في واحد الفريق اخر. اذا كان الرئيس كيلعب على واحد جوج ديال الافات انه الا طاح في اتحاد الزمور الخبيثات يبقى في رجاء البحراوي باش يبقى عنده الافضليه انه يبقى في الجامعه، باش اشوا باش فادنا هذا الرئيس؟ اش فادنا؟ اش فادت لنا العضويه في الجامعه؟ يعني الا كنت عضو في الجامعه غادي نعمل على اساس انني نكون فريق. إذا كنت جالس أمام الأعضاء ديال الجامعة كنجلس أنا عندي راسي مرفوع أنني عندي فريق في الفلات التكوين ولا في الأطور ديالو ولا في اللاعبين ديالو. باش أنت عندك فريق مازال الآن الأعوان ديالو ما تيتخلصوش شهور وجات فاز الظرفية ديال كوفيد وما عندهمش ساكن حتى باش يخلصوا الكرة، باش أنت كتدبر؟ إذا راه المشكل العميق جدا وسوء التسيير، ودائما انا أنتقد بهذا الشيء انه سوء التسيير عطانا نتائج مخيبه. نفس الاشخاص، واش غير هذوك الاشخاص بوعدهم اللي كيعرفوا يسيروا اتحاد الزمور الخبيثات او كيسيروا في ميدان الكره؟ يعني راه الخبيثات كامله ما فيهاش ناس اللي قادرين يسيروا كره القدم، باش تبقى محتضليه واحد المجموعه اللي هي اللي كتسير. الله يخليكم، الله يخليكم. السؤال من الصباح السي رشيد مشكور من هذا الباب وبالبرنامج ديالو مع الاخ جواد، راه من الصباح ودي يوضع واحد السؤال ولو متدخل دخل في الوقت اللي كيقول لي واش انت مع رحيل الرئيس كل شيء كيطرم هذا الجانب. انا اقول الرئيس منذ اعلانه رئيس اتحاد الكره ومن يفهم في الكره كان يقول لي رحل إن فقد الشيء اللي يعطي شكر واضح. كرة القدم راه هي مدرسة، ما ماشي غاشي من هبه ودب وقولي رانا نعي. ودابا التركيبة دابا اللي كتلعبها اتحاد الزمور الخبيثة وراه أغلبية ديال الزموريين القدماء اللاعبين راه ما تيعرفوش شكون هما ذوك اللعابة كاع، ما عمرناش لهم كاع، عرفتي كيجيبوهم في شي سوق ديال المتلاشيات راه كيجيبوهم ما عرفناش، ما عرفناش ما عرفناش. عندك انت مدرسة شحال هادي وعندك تكوين وكان عندك أطور في المستوى كما قال الأخ العنباري مشكور من هذا الباب، لأنه عندك أطور وجبتي إطار، جبتي إطار وطني يضرب له ويحسب له له قيمته الكروية، جبتيه الآن ومدليه أعطيه أعطيه، ما تسناش هو يطلب منك أعطيه. راني يعاب يعاب على أساس أن عندنا إطار كبير بس تصفط غير راجل طيب راجل راخا ماشي نتائج خانتو، ولكن امر المرجعيه ماشي لعيب في الملعب. انا هل ممكن تلعب في ملعب كبير وجات لهنا وربحتك؟ نقولوا حتى هي كان الملعب صغير، النتائج ما غاديش نعلقوها على اساس انه كاين ملعب ماشي في المستوى. ودابا راه في غياب الجماهير، ولو كانت الجماهير اش غادي يقول هذا المكتب هذا؟ لو كانت الجماهير كتهضر شغيقول هاد المكتب هذا؟ سي حسن غترجع الجماهير، غترجع الجماهير تدخل الملعب غادي يبقاو نلعبو خارج الميدان. نعم خويا نقدر إلا رجعت الجماهير الملاعب غادي يبقاو نلعبو عاوتاني خارج الميدان ونستقبلو خارج الميدان، لأن الفرق اللي غادي تبقى تستقبل هي اللي تبقى اللي يقبلوا ليها الجمهور ديالها يدخل، سواء لعبتي داخل الميدان أو خارج الميدان. راه إلا عندك فريق وعندك طموح راه كتنتصر داخل الميدان او على الاقل كتحقق نتائج ايجابيه، ولكن باش ولينا كنهزوا فوق الضرب راه في خلال السنين وطوال السنين وعشناها العار واسر راه خاي. وفي هذه المناسبه كنبغي نقدم التعزي ديالي الحاره اللي قيدوهم المسيرين رحمه الله السي معزاز في هذا اليوم المبارك اليوم اللي هو ليله الجمعه. إنا لله وإنا إليه راجعون. سي رشيد رجوعا إلى الموضوع باش نكونوا بوضوح،
إذا كان هذا برنامج موضوع يكون موضوع وضوحية الله يخليك أما نقلش نرتبش باسم الغربة ما عندناش مسيرين وكفى أش الفريق اللي خلق ما عندناش مسيرين في المستوى كيف هما في الكرة الله يخليك وكون كان عندنا مسيرين عندهم جرأة يقدر يطور ضد الرئيس يقول لي لا هادشي ما كاينش لا عندنا غاديك احنا هادو مسيرين غنكون واضحين انا ضد شو اللي يقول لي الرئيس الحل انا تنقول المكتب بكامله سي حسن فواحد الجمع العام ولا فاش سمعنا ان كانت تحطات استقالات ديال بعض الاعضاء قال لك قال لهم الفلالي جينا دخلنا كاملين ما غنمشيو تنخرجوا كاملين راه هادشي اللي غيوقع سي رشيد نهار كيتم الهجوم على شي عضو ياك كيعلق ديك الشماعه انه كيقدم استقاله وراه كان المكتب راه ما غيرفضها يقول المكتب رفضها الله يخليك انا نستقل استقلت رفضها ولا ما ترفضهاش انا موقفي كنبقى فيه اشوف الالاعيب كابله الاسطوانه ديال الاتحاد الجمهوري خمسة ديال المكتب المسير ديالها كل عام كنسمعوها النتائج ولاو عارفين الناس كتبدا في البدايه لان فعلا البدايه ما كانتش عند بعض الفرق هذا الفرق دابا راه انتفضت راه انتفضت راه خطير جدا ان احنا غادي عندنا ديكوراتور اللي هما انتفضوا حق نتائج ايجابيه في الاخير وغادي نمشيو وغادي نجيبوا مقابله اخرى اكثر من ديال ديكوراتور اذا غادي نحكموا الصفوف اخرها ونبقاو معذبين حنا في البدايه ديال الموسم ماشي حتى الاخر الموسم هذا خطير جدا راه الكارثه تندير على اننا غادي نمشيو للمراتب ديال المظالم وغادي يوقع لنا كما وقع لان نقول هو ان بعض الفرق راها في تحسن متدرجي ولكن حنا غادي نستسيء متدرجي حنا غادي نرجعو للور بزاف بزاف والفريق على الاقل هذه المكتبه هذا الا ما كانش كيؤدي الامانه ديالته كما هي انا غير بيت نعرف هذا تيقول ديما تنسمعنا بان الرئيس كيعطي من جيبو كتمشي ودوك الاعضاء اللي معاه شنو كيديروا ياخذوا كيزيدوا على كاهل الفريق سفريات وفي لي زوطيل وفي هادشي الله يخليك راه حسن التدبير وحسن التسيير كيعطينا مقاوله قائمه بذاتها الرياضه راه مقاوله الاتحاد الجمهوري خمسة راه مقاوله الى رجعنا بشويه للوراء راه الرئيس اللي كان اسبق اللي تم الاطاحه به من طرف واحد الشير ديما اللي هي خلقات لراسها واحد الجمعيه ليلت تنديد بالرئيس انه متسع الرئيس كان وقع في مشكل خانوه الناس اللي كانوا على مستوى ديال السلطه على انه يقدموا لهم مساواه وكان الفريق غادي مزيان وكان الفريق ما غاديش يطيح ولكن تخلوا على الرجل اخر العمر ديال البطوله فقط الفريق ولكن بقى التركيبه هي جا واحد الشخص دعم شي شويه دعموه ونظر في الجوانب اللي دعمته عطاتو فلوس بالفائض اللي كنت عطات ديك الفلوس للرئيس السابق اللي هو السي واحد ذكرتي لي كل فريق ما طاحش ذاك الوقت فعلا طاح الفريق وتصاب لان كانت الامور واضحه لان لعب بنفس اللاعبين وبنفس التركيبه اللي كاينه ولكن المصير ديال دوك اللاعبين فين هو فين هو اغلبيه ديالهم غادروا الفريق لا والله اقسم بالله وباغيين يرجعوا وما قدروش يرجعوا ما تيردوهمش شوف الاولى هذا البرنامج ديالك وانا شاهد على هذا اقسم لك بالله الا الاولى هذا البرنامج ديالك لا ما كانوش واحد المجموعه ديال الدراري ديال اللاعبين ديال المدينه وديال الاقليم غادي يكونوا في الفريق في الوقت اللي كنا كنددوا انه خص يلعب اللاعب المقل وانه اللاعب القصباوي راه ما كانش كاع واحد هو كاين كاع حتى نددنا به حتى رجع القصباوي كيلعب طاش واحد المجموعه ديال اللعابه اللي كيلعبوا ولاد البلاد لو كون ماشي هذا البرنامج ديالكم ولا ما كان لانه ما عندهم سياسه ومنهجه على اساس انهم صفوا كاع الدراري اشنو هو الفرق انا بغيت نعرف شنو هو الفرق ما بين عزيز القراوي جدي البودريس وفيق المرابط الخنطر توه جمال توه بوخريس وواحد اللائحه طويله بهاد المدربين اللي كيجي يقول لنا حتى قال جبتي مدرب ولد البلاد كتكون عنده غيره عنده نفس عنده طموح انا عارفين ما كاينش داك التكوين اللي هو 100% ولكن كاين واحد النفسيه اللي غادي يقدر يدفع بها الفريق
على الاقل كيكونوا لك العامه، كيكون على البعد، كيكون على قرب، كيعرف هذاك اللاعب كيحس تحت العيون ديالو. دابا انت مدرب كتريني بالدراري كتمشي بحال ما كتعرفوش كاع شنو كيديروا في الاشياء. راه انا عزنا على مدربين راه كان كيحطك تحت الانس تحت العيون ديالو، كيعرفك فين كتمشي وفين كتعرف فين كتجلس وفين كدير. اما دابا راه كاين تسيو لحد زمر الخمسات اصابها ما اصابها هذه مده سنوات، سوء التسيير وعشوائي في التسيير وسوء التدبير، النتائج ديالو هي هذه. وشكرا سي رشيد مره اخرى. شكرا سي حسن على التدخل ديالك، ونتلاقاو مره اخرى في حلقه اخرى ان شاء الله. شكرا. كيف ما ذكر السي حسن الزاهري اللي هو متابع الفريق ديال الاتحاد الزمولي الخميسات، ذكر ان خاص المكتب المسير كامل يرحل ماشي غير الرئيس، لان المسير ماشي في المستوى. كذلك ذكر اللاعبين اللي كانوا اللي كاينين في فريق رجاء البحراوي. بالمناسبه هذا فريق رجاء البحراوي الموسم الماضي كان تيدربوا امين وهدي، وتمكن انه يصعد به الفريق القسم الاول العصبه، لانه تيمارس في العصبه في عصبه الغرب. هذا العام هذا الموسم هذا تيدربوا اللاعب الشيحاني اللاعب السابق لفريق تاع الزمولية خميسات. هذا الفريق هذا اللي عنده شويه امكانيات على فريق المنافس ديالو في المدينه في نفس الجماعه ديالهم اللي هي البحراوي. كاين رجاء البحراوي وكاين الوداد البحراوي. هذا الرجاء البحراوي تيستافد مجموعه من الامتيازات على الفريق الاخر بهذا الامتيازات اللي هو تيستغل ملعب ديال هشين غوش في الاستقبال ديالو في الفرق في بطوله ديال عصبه الغرب. هاد الفريق هذا اللي العام فايت لعبوا فيه لاعبين ديال فريق تاع زمر الخميسات ديال ابناء المدرسه اللي تيبغيو يخليوهم انهم يبقاو معارين ويديروا مباريات في رجليهم باش يرجعوا يلعبوا في الفريق الاول. تتفاجئوا انهم ما تيشاركوش في الفريق الاول وتيكونوا معارين في هذا الفريق هذا. هذا كاين شي 3 و4 ديال اللاعبين هاد الموسم. كذلك بقاو شي جوج او ثلاثه ديال اللاعبين معارين. هاد اللاعبين كيف ما قال السي حسن تيتخلصوا من الفريق الاول تاع زمر الخميسات وتيدعموا وتساندوا وتيدعموا الفريق ديال الرجاء البحراوي اللي هو ممكن انه يكون الفيلالي او الرئيس ديال زمر الخميسات رئيس شرفي ما عرفناش بالضبط، ولكن هو ما كاينش في المكتب ديالو ولكن تيدعم فيه. كذلك فريق بلديه خميسات هذا العام اللي تيطرح انه يصعد ولكن دار واحد شي نتائج شويه متذبذبه، هو تمنى انه يرجع في النتائج ديالو ويقدر يحقق الصعود ولا يتاهل بلاي اوف اللي تتعطي الصعود. فريق بلديه خميسات الى مشيتوا تفرجوا فيه تاور تيستقبل في الملعب ديال المعموره فيه جميع اللاعبين ديال ابناء فريق اتحاد زمر خميسات المتخلى عنهم، جميع اللاعبين متخلى عنهم بطرق او ما. مهم جميع اللاعبين اللي تكونوا في نادي اتحاد زمر الخميسات، والحمد لله انهم لقاو فريق بلديه الخميسات يقدروا يلعبوا فيه، واللي عنده امكانيات ومؤهلات عاليه يقدر يمشي لشي فريق اخر. شكرا سي رشيد. بغينا ربما نربط الاتصال مع كريم السي رشيد. ربما تنتسنى مكالمة من البداية. عاد السيد عطانا رقم آخر اللي هو كابو سابق وعضو مسير سابق في إلترا مجموعة إلترا كافاليز فاميلي. دينا جودة رقم في واتساب. لا واحد آخر هذا. إذا ربما I'm
كريم الى مازال متبع معنا من الولايات المتحده الامريكيه عضو سابق كابو سابق تيتصل ديزا كونيكسيون قطع منا السلام عليكم. السلام عليكم خويا كريم، مرحبا بك، راك على المباشر في برنامج الرياضه بوضوح. الى كنتي تبعتي معنا الحوار كامل او شويه منه، المهم بغينا نعرفوا الخطاب ديال مجموعه ديال الترا فاميلي حول هاد النتائج والسياسه ديال الفريق لهذا الموسم. السلام عليكم الاخ رشيد، تحياتي لك اخويا والضيف اللي معك. بالنسبه لهذا البرنامج اللي درتي اخويا رشيد، تقربنا من الفريق وتقرب المشاهدين والمتابعين والغايرين على الفريق، تقربهم من بزاف ديال المعلومات وكيفيد صراحه. تنحييك اخي رشيد على هذا البرنامج هذا، وكنتمنى ما يكونش واحد اللي انقطع، تبقاو ديروا بحال هاد لي لايف هادو، راه شي زعما كيحمسونا حتى حنايا نبقاو كنبغيو هاد الفريق وبزاف د الامور. بالنسبه للسؤال ديالك اخويا، حنايا كمحبين وغايرين والاطراء وداك الشيء، حنايا راه مقاطعين اخويا مع الرئيس حاليا، مثلا ما عندناش مع هادشي كونتاكت، الرئيس اصلا غابر، ما عرفناش حنايا فين كاين. وكاين واحد السخط في شارع الزموري الرياضي، راه ما تيبغيوش وما حاملينش حنا اصلا هاد الوضعيه اللي كاين فيها دابا. بالنسبه للتسيير، التسيير راه حنا تنقولوها وتنعاودوها، راه دوك الناس ما عندهمش واحد الخبره في التسيير، لا خبره كرويه لا رياضيه لا والو. هادوك الناس اللي كاينين حاليا ما جايبهمش الكره، وما جايبهمش خميسات، وما جايبهمش الاتحاد الزموري خميسات، اللي جايبهم هو المصالح الشخصيه. يعني الانسان تيدير الاتحاد الزموري الخميسات هي واحد القنطره باش كيدوز شي حوايج اخرين، وهادشي حنايا تنحاربوا وغنحاربوا ان شاء الله. بالنسبه للالترا كافاليرز فاميلي، دارت بزاف ديال المجهودات باش ترد واحد الاعتبار للفريق وندافعوا عليه بكل قوه، واللي هذا كان حنا ديما كنواجهوا الفساد وتنواجهوا القمع من طرفهم والتخويف، فهمتي طريب. يعني كيما درتي مع هذوك الناس حرتي. انا الميساج اللي باغي نوصل لهاد اللايف ديالك اخويا رشيد هو خص السكينه تنوض كامله، لا الجمعيات الرياضيه اللي كاينين تما، لا السكينه، لا كبار شبان شباب، لا الاطراء، لا الغيورين، كاملين غينوضوا بواحد الكلمه واحده، هو اعاده فريق الفارق اللي فقدناه في عهد السي حسن الفيلان، فهمتي. حنايا كانت ليسكا في ما كتسمع ليسكا لعبه فين ما كانت راه تيضربوا ليها ألف حساب. دابا ولينا تنطيحوا مع فراقي اللي طالعين من الهوات وكنلقاو معاهم مشاكل، كيجيبوا لينا 16 لاعب كل عام، كل موسم تيجيبوا 22 واحد كيسني معاهم 6 شهور في الكونترا، عام عام ونص، حنا ما تنفهموش كاع هذاك الشيء ديالو. يعني هما كيديروا اللي بغاو، واحد التسيير عشوائي راه كيبقى فيك الحال، كتشوف ديك الفرقه بحال هكايا. يعني حنا كنشوفوا فرق اخرى كيديروا انتداب ولا جوج في المستوى
وكيطلعوا ابناء المدرسه وكيعطيوهم حتى هما واحد القيمه وكيتساعدوا معاهم تيبينوا. راه ما يمكنش انت يا شاد الفريق واحد 10 سنوات وما عمرك ما بعتي حتى لهاب، ما عمرك ما طلعتي شي لهاب من المدرسه، والفريق كله ماشي من ولاد الخميسات، تلقى ثلاثه ولا جوج لاعبين في دكات الاحتياط لولاد الخميسات لولاد المدرسه. يعني وحنا الى رجعنا للتصاريح ديال الرئيس الفلالي كان كيقول لينا شحال هادي باللي راه انا تنخدم على المدرسه وان شاء الله راه التكوين هو هذا وهذا. وحنا الى جينا نديرو دراسه ديال البروفيل ديالو ملي كان حتى لدابا، كنلقاوه راه تعاقد مع شي 500 لاعب ما عرف شحال في هاد 10 سنوات الاخيره. يعني فين هو هذا التكوين اللي كيهضر علينا عليه الرئيس؟ فين هما؟ فين هي المدرسه؟ حنا ما بقينا كنفهموا حتى شي حاجه. اللي تنبغيو حنايا دابا حاليا هو تدخل شي جهه، تدخل شي جهه ويجيبوا لينا خويا شي رئيس اخر، ولا هذا الرئيس هذا يمشي بحاله. هادشي اللي كاين اخويا رشيد. شكرا سي كريم على التدخل ديالك والتوضيحات ديالك. هو جمهور عامه تيطالب بالرحيل الفلالي والمكتب المسير فضل غياب الدعوم الأساسية، ولكن كاين ظروف خاصة اللي قد تقدر تخلي هاد المكتب مستمر، لأن ما كاينش كيف ما قلتي ما كاينش اللي يقدر يحيدو، ما كاينش يقدر يحيدو كيف ما تحيد اللي قبل اللي ما مشاش بخاطره، راه ما كاينش اللي يقدر يحيدو حاليا. لأن شرف السي دابا حاليا انقوك انا بصراحه هذا راه واحد هادي خص كلشي يكون عارفه، راه هما راه ما باغيينش ولاد الفريق ولاد المدرسه يطلعوا ليكيب. علاش؟ لحقاش ما غاديش يبغيو الاوضاع اللي كاينه دابا، وغيبقاو يديروا ما غيحملوش الرئيس، غيبقاو يطالبوا بالمستحقات ديالهم، غيطالبوا بزاف ديال الامور كما وقع مع الكرتي اللي سابقه. اللاعبين ما كانوش كيتخلصوا بزاف الامور، قال لهم حبسوا انا ما نتريني وما والو، تدخلت الحركه التصحيحيه باش حيدت الكرتيلي. دابا هو شنو كيدير؟ كيجيب لنا اللاعبين من برا كيمخلصين ناضين صافي، ما غاديش يدافعوهم على الوان الفريق، ما غاديش. فهمتي؟ كتلقى اللاعب راه مخلص، راه ناضي، راه مخلص في الكونترا ديالو، كلشي هو هذاك، داكشي قانوني، يعني ما غادي يلقى معاه حتى شي مشكل. يعني هاد اللاعب هذا راه ما غاديش يهز ديك، حنا ماشي كنضربوا في اللاعبين، اللاعبين اخويا راه على راسنا وعينينا، ولكن فاش كتجيب شي مباراه اللي ماشي هي هذيك وما كتبين وما والو، راه داك التوني كبير عليك، راه واخا تكون سميتك ما عرف شكون، فهمتي؟ راه داك التوني كبير عليك بزاف. ونرجع للنقطه ديال الرئيس، الرئيس راه خصو يمشي، هذه راه واضحه، راه ما دار والو، خصو يمشي بطبيعه الحال. ولكن حنايا كنلقاوهم هما كيستغلوا داك الفريق واحد ابشع الاستغلال. دابا فاش كتهضر مع الرئيس كيقول لك انا كنتسلى الفرقه 200 مليون، دابا دخلنا لك بالله، واش كاين شي رئيس كيخسر من جيبو وكيبقى باقي بداك المنصب؟ انا اللي كنعرف شي واحد دير شي مشروع ولا دير شي حاجه وكيخسر فيه راه خصو ديكاجي، ولا كيدير فايت، كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه وعندو منين يعوض، عندو منين يعوض يا كريم، عندو منين يعوض داكشي. علاش؟ هو صعيب الحال. هو سي خاي كريم، خاي كريم، هو كيف ما قلنا قبيله ودرنا التعزيه المرحوم قيدومي رؤساء اتحاد الزبوري الخميسات المرحوم حمادي معزاز الله يرحمه وذكره بالخير اللي وفاته المنيه اليوم، هذا سي كريم هو من الرؤساء اللي دازوا في اتحاد الزبوري الخميسات وداروا فايت على اتحاد الزبوري الخميسات وعلى كان تيصرف عليه، ولكن الوضع الحالي راه تغير، عندنا رئيس مقاول كبير يعني ودير علاقات من طرف من الفريق ديالنا، راه دار العلاقات في الجامعه وفي المقاولات، وراه تيعوض على راسه، لانه داكشي باش نقولوا داكشي باش مستمر في الفريق، لان حتى الفريق تيعطيه مكانه في الجامعه، ومكانه في الجامعه تتعطي علاقات، وديك العلاقات تتخلق مشاريع، وديك المشاريع هي باش تقدر يصرف على الفريق. اي واحد هذه بطبيعه الحال الا كان شي واحد ما عندوش موارد ماليه ديالو ديال المقاولات ديالو راه ما يمكنش يستمر، هذا الشيء عادي، زائد ان الوضع السياسي ديالو وقرب الانتخابات ما يقدرش ينصرف، ولو انه ما يكون حتى شي مورد مالي عنده تنظن حاليا ما يقدرش ينصرف، لانه عنده سمعه سياسيه وتوجد الانتخابات، وانتخابات واخا ما تترشحش في خميسات، يترشح في دائره تفلت خميسات، ولكن السمعه ديالو ما خصهاش تطيح، ما
ما خصهاش طيح، وخصو حاليا راه تيلعب على الفريق انه يحقق نتائج ورجع الامكانيات ديالو. الى ما تبعتيش معنا من الاول، راه اليوم اتصاب، جا جلس مع اللعابه والطاقم التقني ديال الفريق وهضروا بيناتهم وداروا اجتماع ودعم اللاعبين معنويا، لان عرفنا بان اللاعبين ما مخلصينش حتى هما واحد الشهر. والمهم تيحاولوا يقلبوا على الخلل ويشجعوا اللعابه معنويا باش يرجعوا النتائج الايجابيه. الى عندك شي اضافه سي كريم؟ كاين اخويا الاضافه. شوف راه حنايا حنا ماشي سوقنا بانه الانتخابات ولا داكشي ديال السياسه ولا داكشي ديال المشاريع ديالو ولا داكشي ديال، فهمتي؟ حنا ما عندناش الغرض داكشي، حنا كنهضروا على الفريق ديالنا، يا اما غتقد به يا اما سير بحالك. الا كنت اخويا انت كدير السياسه وكدير الانتخابات، هذا راه فريق كروي، هذا راه ما خصكش دير داك التخلويط ديالك. ثاني حاجه، حنا فاش كنهضروا على فريق الاتحاد الزموري الخميسات، راه ما عمرنا ما كنا كنشوفوا هذه المزال هذه، فاش ما كانوش الفلوس وكذا وكذا وكذا، فهمتي؟ راه كانوا اللعابه ولاد البلاد كيموتوا على داك الفريق وكيلعبوا بصفر دراهم، واش فهمتي؟ وكنا كنشوفوا الاتحاد الزموري في الفوق. اما دابا اللي كيقول لك هو راه الفلوس وكذا، وذكرتي لك واحد القضيه على انه غيخسر المناصب ديالو، حنا راه ماشي سوقنا فيه، هو دابا راه كاين في الجامعه ما عرفتش 6 سنين ولا ما عرفتش 7 سنين، دابا راه شنو استفدنا حنا من الموقع ديالو على انه راه محطوط في الجامعه؟ ما استفدنا حتى شي حاجه، ما هذا كيقول لك هذاك الفريق راه والو مع هذاك الرئيس، كنديوها السمعه الخايبه. اخويا الا كان باغي يدير هو السياسه يديرها بعيده على الفريق الزموري، الا كان هو كيدير شي مشاريع ديالو هذاك الشيء كيبقى خصوصي اللي يسهل عليه. بالنسبه لواحد القضيه يا هذاك العكر على الخنونه على انه جالس مع اللعابه غيخلصوا بواحد الشهر وكذا وكذا، هذاك راه تخربيق. نقولك علاش؟ لحقاش حنا كنهضروا اخويا على واحد المشروع كروي، حنا بغيناه يجي يهضر لينا على واحد المشروع كروي، انا ما بغيتوش يجي باش يبقى يقول لك وراه ما مخلصينش اللعابه اجي نعطيهم هذه اجي ندور معاهم في هذا البريمات كذا كذا كذا. لا داكشي ما خدامش لينا حنا، حنا بغيناك دير واحد الندوه صحفيه وتجيب لنا الناس المسؤولين في ذاك الفريق اللي كاينين معاك في المكتب المسير، واخا انا ما كنعترفش بدوك الناس. هذوك الناس راه شوف الاغلبيه فيهم شفاره، ما كنقولكش انا كامل، الاغلبيه فيهم شفاره، فهمتي؟ حنا بغيناه يدير واحد الندوه صحفيه ويقول لنا حنا راه واحد من هنا واحد العامين ولا من هنا واحد 3 سنين راه تكون عندكم واحد الفريق كذا وكذا، ماشي على انهم يبقاو يكذبوا علينا كل عام نفس المسرحيه. وراه العام الجاي غنطلعوا، العام اللي مولا موراه غنطلعوا، شي حاجه ما كاينه. هادشي اللي كاين اخويا رشيد. السي كريم، تنظن ان هذا التساؤل اللي قلتي وهذا الاقتراح اللي قلتي هما اللي خدامين عليه هذا العام، لان كل مره فاش يكون التشحن ضد المكتب وضد الرئيس تيكون واحد التغيير شويه في الاداره التقنيه باش يقدر يكون واحد باش تسكت هاد الاصوات هذه اللي تتنادي بداك بالرحيل ديالهم. لان مثلا تيجي شي اطار وطني محلي تيحطوا لك في الفرقه، صافي ما تنقدروش نهضروا كاملين، تنحاولوا نشجعوا من جديد باش ترجع النتائج. كذلك هاد الموسم هذا فاش شافوا بان ما كاينينش لاعبين وصلوا الفريق الاول، فاش شافوا انهم كل عام تيعاودوا لنا نفس المسرحيه فوق ما حضرنا شي جمع عام استثنائي، جمع عام في بدء العادي في كل بدايه الموسم، تنسمعوا ان فريق تنافسي، تكوين فريق تنافسي من ابناء الدار وغادي نحققوا 50% 40%، والموسم الاخر غادي نلعبوا على الصعود. هذه الاسطوانه تنسمعوها كل عام، كل عام تنسمعوها، حتى هذا العام سمعناها. ولكن هذا العام السياسه اللي داروا لنا واللي داروا الفريق تعاقدوا مع الحاج مؤمن، والحاج مؤمن راه معروف بالتكوين ديالو بالتجربه ديالو، راه تعاقدوا معاه على اساس انه يديرنا تكوين اللاعبين ويخلق لنا واحد الفريق الاول ويضم اكبر عدد من اللاعبين المحليين. وهذه هي السياسه اللي خدام عليها حسن مؤمن. وحسن مؤمن كذلك تتفاجئ ان ما عندناش واحد ترسانه قويه من اللاعبين المحليين من الشباب، من خلال الدردشه اللي درنا معاه تتفاجئ بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال المشاكل واقعه في البيت الزموري وداخل الاداره التقنيه وداخل تكوين اللاعبين. ما غاديش نطيحهم القيمه ديال المدربين، ولكن كاين خلل في جميع الانديه، في جميع الفرق كاين خلل في التسيير، كاين بزاف ديال المسائل اللي خاص انها تغير
خاصه تغير ولا تعاقد على امل انها تقدر تغير مع المشرف العام للنادي الحاج حسن مؤمن. الا عندك شي اخر تدخل باش نقطعوا، راه طولنا، راه تنتسناك غير انت باش تعطينا التدخل ديالك. اسمح لي اخو رشيد، راه الله راك عارف انا اخر تدخل ديالي، الكلمه اللي غنقدر نقول باش نختموا بها اخويا هذا اللقاء، انا اللي كنتمنى على انه مدرب، احنا حسن مؤمن راه على راسنا وعينينا، فهمتي؟ المؤطرين الاخرين راه كاملين على راسنا وعينينا، حنا راه تنعرفوهم، راه هما تيبغوا ديك الفرقه وتيقاسيو وعاشوا معها النور وعايشوا وعايشين معها دابا وعارفين شنو كاين، فهمتي؟ حنا اللي تنتمناو دابا تحطوا الخلافات على الجنب، المدربين والمؤطرين، كنهضر على المدربين والمؤطرين اللي كاينين في داخل المدرسه الاتحاد الزموري خميسات، لحقاش هما اللي عندهم القرارات، هما اللي كيعرفوا دابا شنو كيديروا، فهمتي؟ عاد باش ندوزوا للرئيس دابا اللي كاين باش نقولوا له خويا حط داك الساروت وسير لي عاون. وثاني ميساج اللي بغيت نوصل هو راه عندنا واحد المكتب المسير اللي منخرطين ديالو كاملين زيرو، وكاملين زيرو زيرو زيرو، علاش ما كتهزهمش واحد الغيره؟ كيفاش نتوما عندكم واحد الرئيس حسن الفيلالي اللي ما عرفناش لنا معاه حنا حتى شي حاجه، وانتوما باقيين مدعمينه، وفي الجامع العام كتصوتوا عليه راكم راضيين عليه، واش دابا اللي شاف شي منكر غيبقى يرضي عليه؟ راه ما يمكنش. انت كتشوف واحد الفريق كيغرق وكيبقى تيناضل على تيبقى تيلعب على البقاء، وانت كتصوت عليه في الجامع العام، راه ما يمكنش. احنا تنعرفوا اللي عنده الغيره على الفريق، كنقصد المنخرطين، راه ما حدك منخرط في واحد الفريق، راه خصك تهزك النفس وتكون عندك الغيره على داك الفريق وديبلاسي معاه وتمشي عند اللاعبين تشوف شنو خاصهم، واش مرتاحين، واش بخير، فهمتي؟ راه ما بقاش غير منخرط غير بالسميه، راه خصك تكون منخرط وكدير الدور ديالك، راه ماشي حنايا عاد نقراوك شنو هو الانخراط. وبالنسبه للرئيس، الرئيس اخويا خصو يحط الساروت ديالو ومشي، راه دوز يا خويا ما في 10 سنين معنا ما شنا معك حتى شي حاجه، واخويا بنادم كيتسنى السبان ديال والديه، راه ما نعرف احنا يا خويا، راه رفتنا احنا واحد النيفو في القرايه، راه ما غاديش نبقاو نهضروا معاك باللغه ديال الدراري الصغار، راه تنهضروا معاك بواحد اللغه اللي واضحه ومفهومه. هذا الفريق اخويا راه ما درتي فيه والو، الا كنتي اخويا هادي اللي يعاونك، راه حنا قلناها ليه فاس فاس، قلنا ليه الا كانت عندك واحد البوله في الدار ديالك وما شاعلاش شنو كدير؟ ويليك البيت، شي اللي خاصنا حنا في ليسكا، خاصنا شي بوله جديده اللي تطول لنا هاد ليسكا، وهادشي اللي كان اخويا رشيد وتصبحوا على خير اخويا. شكرا سي كريم على التدخل ديالك من الولايات المتحده، شكرا بزاف على التدخل ديالك. كان معنا كريم من الولايات المتحده الامريكيه، متابع الفريق، محب الفريق، غيور على الفريق، كابو سابق للمجموعة كافاليز فاميلي، عضو المجموعة من الولايات المتحدة الأمريكية. واحد نقطة ذكرها السي كريم أو نقطتين مهمين بزاف، قال أن الساكنة انتفض مثلا هذه باش يكون تغيير لهذا الفريق، هذا النادي هذا، هو بكل صراحة بكل صراحة أن راه القلة القليلة اللي بقات مازالت تغير على هذا الفريق هذا وتتهضر عليه ومتابعاه، اللي حنا هما حنا هاد المجموعه اللي كاينه، لا في المجموعه ديال الاطراله، في المجموعه ديال المحبين اللي خارج مدينه خميسات، والقله القليله كيف ما تنقول، لان تنربط اتصالات مع مجموعه من اللاعبين السابقين والله ما تيعرفوا شي حاجه على الفريق وما تيبغوش كاع يسمعوا شي حاجه على هذا الفريق هذا، ولان بعض اللاعبين حسوا براسهم بالحقره وبالحرمان وبالحرب عليهم، كانوا تمنوا انهم يرجعوا يكملوا المسيره ديالهم ويدعموا الفريق ديال اتحاد الزمن الخميسات، وتلاقوا بالرفض بطرق غير مباشره، ولان مجموعه من الجماهير نفرات من الفريق ديالنا بعد ما طاح الدوزيام سيري، مجموعه من الجماهير ما بقاش تسوق الفريق الاول، الى درجه تنربط اتصالات من اللاعبين السابقين لا علاقه لهم، قدماء اللاعبين، الجمعيات اللي كاينه ديال قدماء اللاعبين، كاين اللي مهتمين وكاين اللي ما مهتمش وكاين اللي ما تيعرفش الفريق كاع ولا علاش تيدور ولا هادي، ما عدا الى طل ولا شي عاود لي شي صديق شنو وقع في الفرقه ولا شي حاجه، ما كاينش متابعه، ما كاينش داك الجمهور اللي كان سابقا واللي كان في عهد الحركه التصحيحيه، ما كان حتى شي حاجه من داكشي، ولهذا صعيب الحال ان
الساكنه او المحبين والغيرون على الفريق يقدروا ينتفضوا ولا يقدروا يحققوا واحد التغيير في الاداره وفي المكتب المسيين. كذلك نقطه اخرى نشرحها في التدخل ديال السي كريم علاش مول الخريطه ما تيقدروش يهضروا، وهذه نقطه اساسيه اللي غادي باغي نختم بها واخا معنا مازال واحد اتصالين غادي ندير واحد اتصال ديال هي ديال مول الخريطه. تنطالبوا بالنادي انه يفتح لي الخيرات ويعلن على بدايه تاريخ ديال الانخراط في الصفحه الرسميه المتواضعه ديالو، يحط لنا الانخراط وشروط الانخراط، لان مجموعه ديال اللاعبين ومجموعه ديال الغيور المحبين بغاو ينخرطوا في هذا النادي ويعاونوا هذا النادي ويعاونوا النادي بالانخراط ديالهم، ومنها مجموعه النبض كما كيف ما شفنا معاهم وتبعنا معاهم في المباشرات ديالهم انهم مستعدين انهم يعاونوا الفريق. القضيه ديال سكوت المنخرطين كيف ما قال السي كريم علاش المنخرطين ما تيقدروش يهضروا، حضرنا لهم في الجموع العامه تلقاو بان الرئيس فاش تيقراو التقرير المالي ويصدقوا عليه والتقرير الادبي تلقاو بان الرئيس هو اللي تيصرف هو اللي تيدير كلشي، تلقاو بان المنخرطين ما يقدر حتى شي واحد يقدر يهضر ولا يقول شي حاجه، واغلبيه المنخرطين تابعين للرئيس وتابعين المنطقة ديال الكموني يلاه القله القليله اللي تابعين الخميسات، وهذا اشكال كبير واشكال في جميع الانديه الوطنيه اللي هي باغا الاستمراريه اللي تطمح الاستمراريه في الرئاسه. المنخرطين فاش ما تيقدروش يهضروا وما يقدروش يهضروا لانه ما تيعطي حتى ريال من جيبه باش يقدر يعاون الفريق باش يقدر ينتقد هذا الرئيس، وكان واحد الشفافيه وكان كلشي تيتعاون وكلشي تيحط رزقه ولا كاينه شي محاسبه بيناتهم على الاموال، ولا كانوا الموارد الماليه تتوصل بها النادي وتتدبر بشكل عقلاني ممكن ان المنخرطين يهضروا، ولكن فاش تيكونوا منخرطين وتنسمعوا ان الرئيس يقدر يكون تيخلص حتى على المنخرطين الله اعلم، وباش تنشوفوا وتنسمعوا قدامهم حنا تنكونوا حاضرين وتنسمعوا ما تتكونش عندنا شي تدخلات وتنسمعوا بان الرئيس هو اللي تيصرف وهو اللي تيسال مازال تيسال النادي لا هاد السنه لا السنه الماضيه لا اي كاع السنوات اللي دازو تلقاو في تقارير ان الرئيس تيسال النادي، تنتفاجئوا ان حتى واحد ما يقدر يهضر في المنخرطين. ولهذا نطالب بالانخراط بفتح الانخراط وعلانية وينشروه لنا في الصفحة الرسمية ديال الفريق باش حتى اللي بغى ينخرط ينخرط. بالمناسبة الانخراط في بداية هذا الموسم هذا قبل الجمع العام النادي تأكد على أن النادي ما تيتوصل حتى بشي انخراط ديال شي واحد، ولهذا تنطالبوا بان النادي يحط لنا الانخراط وشروط الانخراط في الصفحه الرسميه ديالو او كاعلان في اي بلاصه، ونشوفوا الناس اللي بغات تنخرط ويفتحوا ويعطيو يخليو الناس والمحبين ينخرطوا ومنها يساهموا في ماليه النادي لما لا. غادي نحاولوا نربطوا اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. سي حسن بياضي متابع الفريق ومحب الفريق، راك معنا على المباشر وسمح لينا تعطلنا عليك، شنو تقدر راك تبعتي معنا شنو تقدر تعطينا في التدخل ديالك؟ المسيرين السابقين فريق الاتحاد الجمهوري للخمسات المرحوم سي معزاز حمادي، هذه المناسبه نقول انا لله وانا اليه راجعون. بخصوص الموضوع المطروح الان النقاش في البرنامج ديال السي رشيد، كان بودي انني نتصل بكم في بدايه البرنامج، ولكن مع ربما الضغط ديال المكالمات والمداخلات ديال الاخوان حال دون ذلك، ولكن جميع التدخلات ديال الاخوان كانت كتقيس بواحد الشكل او باخر
الاسباب الحقيقيه للاوضاع المزريه اللي كيعيشها فريق الاتحاد الجمهوري حاليا. هذه مناسبه انني نقل رايي ربما غادي تكون حاتمه باش نقول للسي رشيد من خلال متابعتي لفريق الاتحاد الجمهوري خلال الاونه الاخيره، لربما الى بدلنا التونيات لفريق الاتحاد الجمهوري في الشوط الثاني ما غنعرفوا شكون هو الفريق، واش الفريق واش اللي لابس الصفر ولا اللي لابس الاحمر اللي كيدخلوا بين الشوطين. يعني احنا ما كنبقيناش كنعرفوا اللعبه ديال الاتحاد الجمهوري شكون هما، كل عام كنجيبوا 16 17 18 لاعب، وبالتالي احنا كنتكلموا على غادي ناسسوا فريق، غادي فريق تنافسي، يعني كلام كبير وكبير جدا كيتقولوا البارسا والريال، حنا كنقولوا في كاس الخميسات مده ديال 4 سنوات ولكن النتيجه والو، ما كاين حتى شي نتيجه. النتائج اللي حققها الاتحاد الجمهوري في بدايه الموسم راه كانت فقط نتائج جات غير الله، يعني اللي جات جابها الله وصافي، ماشي تقول باقي راه كانت شي سيبو طير وما ادراك ما سيبو طير، يعني ما عطاش شي اضافه للفريق. جا عطاو واحد المجموعه ديال اللاعبين لعب بهم ديك المقابله الثلاثه ولا اربعه الاولين، حقق واحد 7 نقاط ولا 8، بدينا كنهللوا، بدينا كنطمعوا نقولوا غادي نطلعوا للقسم الوطني الاول. هادشي ما منوش. الفريق يا يعني الفريق كيعيش ازمه. وملي كنقولوا فريق راه المدينه ديال الخميسات بصفه عامه كتعرف الازمه على جميع الاصعده، ماشي غير الرياضه، كتسمعني سي رشيد؟ اي تنسمعوك تنسمعوك. راه ماشي غير الرياضه فقط اللي كتعيش هذه الازمه في هذه المدينه هذه المنكوبه، راه جميع الاصعده والاصعده وجميع القطاعات. فالرياضه هي جزء من هذه الازمه، وحنا كننتظروا ان واحد النهار ربما يجي واحد ما عرف شكون اللي غادي يجي يحل لنا هذه المشاكل. بالنسبه لواحد التدخل ديال الاخ العنباري انا غادي نكون كنختلف معاه، بالنسبه للاطور اللي كاين دابا اللي كيشرفوا على اللاعبين الاصغر الصغار، بالعكس حنا سعداء انه ديك الاطور ولاد الخميسات تيأطروا لنا وليداتنا، كيعطيو ما فيه ما في جهدهم، كيحاولوا ما امكنهم يقدموا القيمه المضافه للنادي، هذه ما نزيدوش فيها. راه اللي مشكل هو انه جبنا بوطير وجبنا معاه المساعد، المساعد ما تيعرفش كاع اللعبه حتى هو. علاش مين كاين بوطير؟ علاش ما نجيبوش معاه المساعد يكون مدرب الخميسات؟ على الاقل غادي يعرف بزاف ديال الاشياء. وحنا دابا ما كاين بين الشوطين كنقول غادي تجي رده فعل ديال سي بوطير. والو ما كاين حتى حاجه، كنبقاو نسمعوا الاعضاء ديال المكتب هما ولاو تيحاولوا انهم يقدموا النصائح لبوطير، دخل هذا ولا خرج هذا، لان بوطير ما عندوش ما يقدرش يقدم شي اضافه للسي رشيد. وراه حنا تبعنا واحد المجموعه ديال المقابلات، واش في نظرك بالمعاشي في لقاء ديال شباب خنيفره كان خصو يخرج؟ جاوبني السي رشيد، واش بالمعاشي كان خصو يخرج في ديك الفتره فاش كان الاتحاد الجمهوري متعادل بواحد الواحد؟ اي راه حتى فاش خرج ما رضاش، لان كان ديك الساعه كانت مرتفعه المعنويات ديالو فاش حققوا الهدف، ولكن ما الهجوم. وفين عندنا دابا احنا الازمه فين كاينه الان بالنسبه للاتحاد الجمهوري؟ الفريق الحالي احنا ما نتكلموش على اولاد البلاد ولا كذا، راه كاين فريق ديال جليل بودري راه تيحقق نتائج جيده، علاش ما غنجيبوش ثلاثه كل عام ولا اربعه اللعبه ونطعموا بهم الفريق الاول ونزيدوا به القدام كل عام؟ هذا هو اللي كنقولوا عليه، حنا كنشنهجوا سياسه ديال الفريق التنافسي الى اخره. هادشي راه ما منوش، كاينه الاعتباطيه. والحقيقه الصراحه رغم انني انا كنحترم واحد المجموعه ديال الاخوان في المكتب، فانا كنتمنى هاد الاخوان انهم تكون عندهم كلمتهم داخل ذاك المكتب. راه الا ما كانش عندهم الكلمه ديالهم راه بالتالي راه ما غيكون حتى شي نتيجه. بالتالي غادي نقول لكم تصبحوا على خير واسمحوا لي الا جيت على كان هاد التدخل ديالي بهذه الطريقه هذه. شكرا. شكرا شكرا سي بياضي على التدخل ديالك، وسمح لينا حتى حنا تعطلنا معكم الحلقه شداتنا وطولات، ما بغيناش نقاطع التدخلات باش كل واحد يهضر في خاطره، وهذا هو الهدف ديال البرنامج اليوم والحلقه ديال اليوم، هو اننا نوصلوا رسائل مباشره للمكتب المسير واللاعبين ديال الفريق. عسى رشيد واحد الهدف الله يعطيك السر، غير بالنسبه كنتكلموا على المشرف العام، انا مع كل احتراماتي للسي حسن. نعم. ماذا قدم لنا السي حسن منذ بدايه البطوله الى الان؟ اشنو قدم لنا المشرف العام؟ باش نكونوا صراحه، باش ما نبقاوش نعطيو الهدف نفرشوا ليه الورد ولا اخر نبداو نعطوه في الطريق نعطوه العصا في الطريق. الخميسه راه فيها ازمه كبيره ماشي ديال المشرف العام ولا راه كارثه، راه خصنا نعيدوا جميع الامور تعاد من الصفر. وكما قال السي حسن، لانه هو راه سي حسن الزهيري تكلم بحرقه، لانه هو تيعرف شنو هي هذيك الفرقه ديك الاتحاد الجمهوري شنو فيها. نتمناو الخير للفريق، نتمناو ان هذه المدينه تعرف واحد النهضه، وبالتالي حتى الفريق تا هو يزيد يتقدم ويتطور للامام. وشكرا.
شكرا سي حسن على التدخلات ديالك وعلى الصراحه ديالك، الى فرصه قادمه ان شاء الله. شكرا بزاف. مرحبا بك سي رشيد. وكيف ما قال الاستاذ سي حسن بياضي، المشرف العام ما قدم والو، ولكن حنا اللي عارفين ان المشرف العام خاصو وقت كبير، خاصو وقت طويل باش يقدر يكمل خدمته، او القضيه علاش خدام عليها والسياسه اللي خدام عليها النادي دابا اللي هي في تكوين اللاعبين، خاصها وقت طويل 3 سنين 4 سنين باش يقدر يكون لنا ولا يوجد لنا لاعبين اللي يقدروا يوصلوا الفريق الاول. قضيه اخرى ذكرنا بها السي بياضي، او غادي نحاول اللي مازال متبع معنا غادي نحاول نقدم خلاصه التقييم او اخر اخبار ديال فريق اتحاد الزمالك الخميسات، ان المدرب مازال مع الفريق، اللاعبين كاين مشاكل داخليه بين اللاعبين، وكاين لاعبين اللي ما مخلصينش، وكاين لاعبين اللي بداو تيتهاونوا بعد مرور الدورات، لان الدورات نفس التشكيله اللي تتلعب في جميع الدورات، الدورات الاولى 7 الاولى و6 الاولى كانوا نتائج جيده، ولا واحد التهاون في الدورات الاخيره اللي حاليا فريق اتحاد الزمالك الخميسات ولا تحتل الرتبه 11 بالنقطة ديال 13 نقطة، واللي كاينة مناصفة مع فريق رجاء بني ملال ووداد فاس. اتحاد الزمالك الخميسات غادي يرحل غدا الليلة مدينة القنيطرة لمواجهة فريق الكاك يوم السبت المقبل. نتمنوا انه يرجع بنتيجة ايجابية ولو تعادل، لان صعيب انه غادي لان صعيب باش تربح الكاك في ميدان ديالها، خصوصا انها عندها معنويات مرتفعة فهاد الشهر الاخير بعد رئيس جديد، بعد تغييرات جديده ظهرت على فريق الكاك، الا وغادي يكونوا اللاعبين يتقاتلوا على التوني ديالهم بدون مقابل. واخر رساله غادي نوجهها للاعبين، نوضوا جمعوا راسكم وتقاتلوا على هذا الفريق، راه فريق عنده تاريخ، وديروا السميه، راه اغلبيه اللاعبين ولا نقول جميع اللاعبين اللي مارسوا فريق اتحاد الزمالك الخميسات راه مشاو لعبوا في فرق كبيره، يعني بزاف ديال اللاعبين جاوا فريق تاع الزمالك الخميسات بحال غير ممارسه ولونطريمو، وزادوا داروا ماتشات في رجليهم ومشاو بعيد فرق كبيره. حتى نتوما كونوا بالبيت، ولكن تقاتلوا على هذا التوني هذا، وجيبوا لنا نتائج اللي تشرفنا، ما تبقاش نتائج متذبذبه، وحاولوا تجمعوا راسكم. الا عرفنا شي حاجه غادي نطرحوها للعامه، الا عرفنا لكم شي حاجه راه ما غادي نتعاتقوا حتى مع شي واحد بهذه العباره، لان هناك تهاون، هناك مسائل غير انضباطيه للاعب خارج رقعه الملعب وخارج الملعب. هذا هو السبب الحقيقي اللي خلى النتائج تذبذب وتولي سلبيه. قبل ما نختم، نتمنوا الفريق يرجع للامجاد ديالو، نتمنوا المكتب يغير من التشكيله ولا من السياسه ديالو، نتمنوا انه يحقق كذلك رغبات الجماهير الزموليه بالرحيل ديالو، يخليو هاد ويخليو النادي، نشوفوا شكون اللي يسيروا ولا شكون اللي غادي، واش نشوفوا كاينين رجال في هاد المدينه وكاين منتخبين في هاد المدينه اللي يقدروا يسيروا ويشدوا هاد الفرقه هذه بعد تخلي المكتب المسير الحالي للنادي. لمالا كل هذه الافكار، كل هذه التخمينات ممكن انها تكون الى المكتب انه ينسحب جماعه. سمحوا لنا طولنا عليكم. وقبل ما نختم، اللي خاص يعرف الجميع ان الفريق تيلعب على البقاء، وانا تنقول ان هذه هي فرصه ديال الصعود، الى بغاو اللعابه يتقاتلوا معنا ونصعدوا القسم الاول، لان هذا العام هذا الموسم هذا غادي يطلعوا جوج فرق مباشره، وجوج فرق غادي يلعبوا مباريات السد، يعني بامكان فريق تاع الزمالك الخميسات الى رجع النتائج ديالو بامكانه انه يلعب على الاقل مباراه السد. نقطة أخرى أشار لها السي بياضي مع المدربين ومساعد المدرب، وهذه أي فريق تيجي بشي مدرب تيدير معاه في البند العقد ديالو النتائج أو المراتب اللي غادي يحصل عليها، ولذلك المدرب ما تيبغيش يعتمد على اللاعبين ديال أبناء الفريق اللي تيحقروهم وتيقولوا أنهم
ما فرج ليهم شيء ولا ما واصلينش للتكوين في اعلى مستوى. عليها كل مدرب تيجيب اللعبه ديالو، تيجيب اللاعبين ديالو اللي ديجا تعرفهم اللي ديجا تيلعب بهم، تيجيب المساعد ديالو، تيبغي يجيب الطاقم ديالو كامل باش يحقق هذاك البولد اللي دايرين مع المكتب ديالو بصفه عامه. والمدرب ديالنا بكل صراحه تيلعب على مراتب متقدمه مع المكتب، دايرين مع عقد انه يحتل المراتب الخمس الاولى، يعني ما كاين لا صعود لا والو هذا العام. وتيقول لك تكوين فريق العام الجاي لعبوا على الصعود، وحنا تنسمعوا ان ما كاين مشكل مادي، ما كايناش الماده، ما كاينش كاين الدعم ديال مجلس المنتخبه، وكيفاش غادي تلعب على الصعود في الموسم الموالي؟ ولهذا نتمنوا ان اللاعبين يرجعوا للقتاليه ديالهم ويرجعوا للمستوى ديالهم ويديروا يد في يد ويلعبوا ويموتوا على التوني هذا ويحققوا لنا ديك المراتب الاولى المتقدمه، ما يبقاوش غادي راجعين لورلو، لان راه لاننا ولينا خايفين غادي نخرجوا نلعبوا في قنيطره. ما كاينش جميع الاحتمالات يقولوا ان الفريق يقدر ينهزم في قنيطره، كاين غادي ندخلوا وداد فاس تتعاني معنا في غادي ندخلوا جمعيه سلا فريق قوي اللي تحتل المرتبه الخامسه او الرابعه، غادي نخرجوا نلعبوا مع شباب بن قرير، شباب بن قرير اللي تا هو فريق 14 نقطه عنده، يعني ما غاديش يبغي يتخلى على الانتصار في الميدان ديالو، وغادي نعاودوا ندخلوا اولمبيك خريبكا اللي تتلعب على الصعود. يعني اربع مباريات متبقيه لانهاء الشوط الاول من البطوله، كامله مباريات سد كامله خطيره تقدر تعصف بالاداره التقنيه، لانني توصلت بمعلومه ان كاين ممكن انه كاين احتمال او اتصالات مع مدربين لتولي الاداره التقنيه الفريق الى ما كانتش نتائج مع المدرب الحالي، ولكن هذا تبقى غير خبر غير رسمي، غير معلومه توصلت بها، ولكن اللي هو رسمي ان المدرب مازال مع الفريق ومتعاقد معاه، ولا درجه ان المشرف العام ديال النادي في احدى حلقات برنامج المريخ براديو مارس ذكر بان المكتب خاصو يزيد عام اخر مع المدرب باش يقدروا يحققوا الاهداف المتوخات والاهداف اللي مسطرينها مع النادي. شكرا لكم على المتابعه، والى هنا ناتي على نهايه هذه الحلقه، وان شاء الله غادي نحاولوا نداوموا حلقات على النتائج وعلى الرياضه عموما فريق مدينه الخميسان. شكرا مره اخرى، واسمحوا لنا الى طولنا لكم.